مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده وكل يوم. النهارده كان في اجتماع لمجلس الوزراء وصدر بيان عن مجلس الوزراء بيقول ان هناك لجنه قانونيه وفنيه مشكله بمجلس الوزراء لدراسه عروض استثمار في مشروعات مهمه من المقرر ان تدر موارد ضخمه من النقد الاجنبي، مشيرا الى انه تمت الاستعانه بمكتب محاماه عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة جدا. وأشار البيان أنه عقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية. وأوضح مجلس الوزراء أنه هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد الانتهاء من تفاصيلها. ده الجانب الحكومي وهنرجع له. بلومبرج قالت في خبر ليها ان ابو ظبي، حكومه ابو ظبي اللي هي اتقل يعني او واحده من اتنين اتقل اقتصاد في المنطقه كلها، ابو ظبي والرياض، عشان بس تبقوا عارفين الدنيا دي ماشيه ازاي. قال مصدر مسؤول لوكاله بلومبرج ان ابو ظبي تجري محادثات متقدمه لشراء وتطوير أرض رأس الحكمة المتميزة على الساحل الشمالي، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز الاقتصاد المصري. وذكر أشخاص مطلعون لبلومبرج بأنه مشاركة إمارة أبو ظبي في المحادثات هي قائمة، وأن الحكومة المصرية قد تحتفظ بملكية 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، وأن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري وبعض الجهات الحكومية والعهدة على وكالة بلومبرج. يبقى حضرتك وانت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي عندك مصدرين، المصدر الأول الحكومة المصرية والمصدر الثاني وكالة محترمة هي بلومبرج. فبانت معلومات جديدة انه مش هيكون بيع، ممكن يكون شراكة. برضو ده هايل جدا، يعني ده بيديك تقدم في هذه المفاوضات. لما يقول لك تم الاستعانة بمكتب محاماة، اعرف ان احنا في تفاصيل بقى يعني التفنيشة الأخيرة. دايما الديل بيمشي كان تجاريا يمشي ازاي، يعني ده بكام وامتى وازاي، ده بيحددوه متخذ القرار. ومتخذ القرار في الحتة دي دولتين، الإمارات ومصر، خلاص وضحت دولة وليس شركة. الدولة لما تقرر شيء في بقى أزرع للدولة، شركات القطاع الخاص اللي قريبة من الدولة، شركات القطاع الخاص الكبيرة في كل الدول. هنا بقى بنقدر نشاور لكل دول ونقول لهم تعالوا عندنا مقترح غالبا بيقبل، لأنه بيبقى مقترح جيد جدا بالنسبة لدخول القطاع الخاص في هذه الشرقات. فإذا الإمارات مرة أخرى موجودة في استثمار كبير في مصر في منطقة رأس الحكمة، وفق ما تورد إلينا من أنباء ووفق ما أيضا صدر عن مسؤول في الدولة وهو الأستاذ حسام هيبة رئيس تنفيذ الهيئة العامة للاستثمار. ده التصريح الوحيد الحقيقة اللي عندنا في الكيفية، نحدد تقريبا أنه بيدور، لأنه المذيع لما سأله أنا جبت الفيديو قال يعني بيدور حوالين 22 مليار، هو استنطق في التصريح الحقيقة، ما صرحش بجلاء يعني. وانه خلاص هو تحالف اماراتي اللي موجود. بلومبرج بتقول في 20% لمصر، ايا ما كان الامر، من غير اي بلبلة ومن غير اي نوع من انواع انك تؤثر على اللي بيتفاوض المصري. لما يقول لك في مكتب محاماة، اعرف ان احنا بدأنا نبدأ في فكرة التفاصيل، طب فين وازاي وامتى، ودي معقدة جدا، يعني دي معقدة جدا وغالبا بتقف وترجع وتقف وترجع. فيعني خلونا كده في مرحلة هدوء إلى أن تنتهي هذه الصفقة المحترمة جدا جدا وفي كل المعاني. دخلت تشارك ما دخلتش تشارك أنت كسبان،
مجرد حدوث التنمية العمرانية أنت كسبان، المستثمر بقى كسبان وكسبان وكسبان، واخد حاجة يعني هيعرف يعمل فيها كل اللي هو عايزه. ولكن حاجة بسيطة بس، وهنعوز الكلام ده بعدين، لو في مستثمر جنبه مش إماراتي، عقبال عند حضراتكم كده مصري عنده فندق جنب التايكونات اللي موجودين دول، هل القانون هيتطبق على الاتنين واحد؟ هل حرم البحر، حرم البحر هيبقى واحد على الاتنين؟ انا قلت لحضراتكم الجملة دي واحنا في شهر فبراير، هنعوزها في الصيف لاني هنزل بكاميرا في الصيف اوريلك الدنيا دي بتمشي ازاي. حرم البحر القانون قال 200 متر، هل الكلام ده هيتطبق على التايكونات الكبيرة وعلى الغلبان اللي عنده فندق على قده، ولا هي ماشية ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه، او ده اللي انا هوريه لحضراتكم في الصيف. القانون بقى، القانون هو اللي هيلعب دور مين مخالف ومين عادي، ولما خالف بأمارة ايه؟ بأمارة ايه انه خالف؟ وليه سكتنا له انه خالف؟ انه حجمه كبير؟ انه ملاءته المالية كبيرة؟ انه بيقعد عنده الناس الكبيرة؟ معرفش، هنسأل ساعتها ونقول، لكن تمنياتنا بالتوفيق في المفاوضات الجارية حاليا في هذا الأمر. لو بتسألني عن طريقة تواتر الأخبار بهذا الشكل فيما يتعلق بفكرة انك بتبراند الحاجة بتاعتك، ده مش حلو قوي، عشوائي يعني. يعني بالتأكيد الحكومة مش هتبقى مبسوطة من التصريحات بتاعت الأستاذ حسام هيبة، وهو بالتأكيد ما كانش يقصدها برضو، ولكن في حالة بلبلة كده. ده خلى الحكومة تعمل باراجراف في البيان بتاعها وتقول أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات. طب ما هيئة الاستثمار تبعك، ما أنت حضرتك بقى اللي تجيب الناس بتوعك وتقول لهم إمتى نعلن وكيف نعلن. طيب أنت خلصت دي، تعال أقول لك بقى الخبر الجديد في كيفية الإعلان اللي حضرتك وإنت بتعلن ما بتحطش في بالك فكرة الإيمج، فكرة ما أنت بتسوق حاجتك. إيه لما تعمل يعني لو هشام طلعت مصطفى ده ولا حد من الناس التقيله بيجي بيفتح مشروع بيعمل براندنج كده للحدوته، انت عندك كلام كبير قوي، بس مجرد تصريحات صحفيه من الوزراء انا شايفها بتفسد العمليه. فوجئنا بتصريح من المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال المصري انه جاري حاليا التخطيط لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين، والوزارة أعدت خطة في هذا الشأن، والمخطط أن هناك إقامة لمشروع فندقي على مش عارف قد إيه وإلى آخره. طب ما تخلي الحاجات الميجا بروجكت دي، خلي الإعلان عنها يليق بيها مش تصريحات صحفية. يعني الخبر ده خبر كبير، خبر كبير لأنه برضو بيتكلم على بومبوناية تانية بس في البحر الأحمر، حتة حلوة قوي. ما تبقاش بقى تصريحات صحفية بالشكل ده. يعني في علم البزنس أو لو أنت عايز تبيع حاجتك صح ما تعملهاش كده. فتاني الباراجراف الأخير اللي مجلس الوزراء طلعه النهاردة أرجو أنه هو يعيده على أعضاء مجلس الوزراء، لأنه مش إحنا أصحاب أو الإعلام صاحب تواتر هذه الأخبار بهذه الطريقة الرقيقة، لا ده الحقيقة المصادر كلها حكومية. فحضراتكم بقى اجتمعوا مع بعض كده وقولوا إنه الميجا وأنا بقى من حقي كإعلام أقول لك أنت غلط في علم البزنس، ده بقى دي شغلانتنا، اللي أنت بتعمله براندنج وماركتنج كده غلط، وأنا من حقي أقول لك غلط، والناس اللي بتسمعنا وبتفهم في الحدوته تعرف انك لو اعلنت صح تبيع صح. وحضرتك الغلط بتاعك بيخسرني فلوس، عشان بس ما تقوليش وانت قاعد في الاعلام بتقولي انت غلط وصح، لا ما انت في 80 حاجه بقى نتكلم عنها انا خسرت فلوس بسببك. فخلونا بدل ما تحط باراجراف في اخر البيان كده تقول فيه الكلام ده، خلونا يعني احنا كمجلس وزراء بقى نقعد مع بعض نشوف كيفيه الاعلان عن الميجا بروجكت اللي بالشكل ده. دي حاجة.
اجتماع مجلس الوزراء ما كانش فيه بس يعني اشياء انتقدناها بهذا الشكل، لكن كان فيه اشياء قيمه جدا ايضا. احيط مجلس الوزراء بموافقه مجلس اداره هيئه المجتمعات العمرانيه الجديد في جلسته رقم 185 المعقده بتاريخ 31/12/23 على عدد من الطلبات المتعلقه بتخصيص قطع اراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الامريكي من خارج البلاد. تاني، بالدولار الامريكي ومن خارج البلاد، الجملتين دول مهمين جدا. يبقى بالدولار الامريكي ومنين؟ من خارج البلاد، بعدد 32 شركه بمدن 6 اكتوبر، القاهره الجديده، بدر، الشروق، دمياط الجديده، اكتوبر الجديده، العبور، العاشر من رمضان، الشيخ زايد، لتنفيذ واقامه العديد من الانشطه تجاريه، سكنيه، ترفيهيه، طبيه. عظمه عظمه. على فكره ال 32 شركه دول لو جايبين 100 مليون دولار او مليار دولار انا مش فارق لي، انا واقف عند هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي بقت خزنه فلوس. ما هو لو الناس تطلع تقول، يعني انا نفسي رئيس الوزراء كده مره يجيب المهندس خالد عباس على ايده اليمين ورئيس هيئه المجتمعات العمرانيه على ايده الشمال ويقول له انت الخزنه دي فيها كام والخزنه دي فيها كام. مليارات مليارات موجوده على الارض مملوكه وحاضره وتمنها فيها. العاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديده وهيئه المجتمعات العمرانيه، هتلاقي في تداخل في الحاجات دي، في يعني هيئه المجتمعات العمرانيه اعتقد ليها جزء في العاصمه او ليها جزء في العالمين الجديده. ما تطلع تقول للناس ارقامك ايه؟ دي ارقام حلوه وجميله وناجحه وزي الجنيه الذهب. لو ما كانتش زي الجنيه الذهب ما كانتش 32 شركه، انا ما اعرفش حجمهم قد ايه ولا الطلبات الارض قد ايه، بس هيضخوا دولار من بره عشان يشتري الارض دي. طالما دخ 10,000 دولار تأكد انه هيجري وراهم عشان يكمل مشروعه. تدور العجلة، تاخد انت الدولار تحطه في هيئة المجتمعات العمرانية اللي انا بقولك بقت خزنة فلوس، عقارات واراضي مميزة وفلوس نتيجة بيع واستغلال هذه العقارات. ده خبر جميل وجيد، ينقصه فقط انك تعلن عنه بطريقة جيدة. مؤتمر صحفي بقى، وصلنا لايه في هيئة المجتمعات العمرانية؟ ميزانيتها قد ايه؟ تملك قد ايه؟ رصيدها فيه قد ايه؟ عيني ونقدي. وري الناس بقى بدل ما بتوريهم حاجات فيها احباط، وريهم حاجات كويسه. فاتوقع ان انا اشوف من مجلس الوزراء بيان عن هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وما تملكه من عقارات او اراضي او اموال سائله اجنبيه ومصريه. الخبر الثاني برضه في اجتماعات مجلس الوزراء النهارده. وافق مجلس الوزراء على اقامه معرض بعنوان قمة الهرم حضارة مصر القديمة بمتحف شنغهاي بالصين في الفترة ما بين 19/7/24 حتى 17/8/25 بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف. برضو ممكن تبقى الحدوتة صغيرة، متحف في شنغهاي في الصين واللي هيطلع 787 قطع أثرية. برافو برافو برافو، هايل، حاجة عظمة. هنا بقى عشان انت تشارك في المتحف ده وال 787 قطع أثرية يرجعوا، هيجي لك يا 100 دولار يا مليار دولار واتفر الرقم اللي هيجي، بس بعيدا عن السياسة الثقافية والبعد الثقافي انك تروح تعرض أثارك في الصين ويبقى حدث، في فلوس داخلة، عايزين من ده كتير. ده حلو، ده قرار محترم، ده قرار لازم أشيد بيه ولازم يتكرر باريس ولندن ونيويورك كل حتة. وطلع الحاجات المتميزة، خلاص بقى فيه دلوقتي حراسات وبقى فيه طيران متخصص وشركات متخصصة، يلا هات دولار وخلي الأثار دي تبقى ثقافتك اللي بتنقل. أنت ما بتشوفش في باريس لما بتعمل معرض طوابير بتبقى موجودة. أنا أشيد بحاجتين النهاردة، ب ما تم بخصوص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا موافقة مجلس الوزراء على إقامة معرض للآثار في شنغهاي في الصين. وأعاود مرة أخرى التأكيد على الصياغة للبيان الذي صدر عن الحكومة، لأنه مفرداته لم تحكم بعناية.
البيان اللي قال ان هو وحده المنوط به الاعلان ومش عارف ايه، لما بقى بيتكلم عن توفير مئات الالاف من فرص العمل، تشغيل الشركات المصريه، انتعاش قطاع الصناعه، قال لك موارد ضخمه من النقد الاجنبي بالراحه. يعني انت محسسني انه حمائي بيوعد واحده بحياه زوجيه سعيده. يعني خلي الكلام في مفردات منطقيه كده، بلاش تضخيم الامور. هو البيان في مضمونه جيد وحسن وكل شيء، لكن بلاش يعني ما عندناش عنصر احنا الدقه لا في الوقت ولا في الالفاظ. الحكومه دي فيها كده، ازمه اللي مش عارف ايه في القريب العاجل جدا، كل حاجه فيها دوله تبقى منضبطه، الدوله الحرف بيلعب دور، موارد ضخمه من النقد الاجنبي. ماشي، فده اجتماع مجلس الوزراء النهارده، وهنشوف موضوع طرح راس جميله ده اخباره ايه. احنا الحقيقه ما كناش نعرف اللي قال لنا المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال. اتمنى رئيس الوزراء يجلس معه جلسه غدا ويقول له كيف اعلنت عن هذا الامر واحنا قايلين ان مجلس الوزراء وحده هو المنوط به. ده الامر الاول. الامر الثاني، عايز اتوجه بالشكر للسيد النائب العام، النائب العام المستشار محمد شوقي، وحده هو صاحب السلطة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا. تاني، رئيس الدولة لا يملك، رئيس الدولة لا يملك، رئيس الحكومة لا يملك، وزير الداخلية لا يملك. من يملك سلطة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وحده هو النائب العام. طيب لما السلطة التنفيذية اللي هي الثلاث مناصب اللي أنا قلتها دي، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الداخلية، يكونوا لاعتبارات معينة بيحاولوا إن هم يخرجوا محبوس احتياطي، يقدروا يساعدوا؟ يساعدوا. إزاي يا فندم؟ يروح السيد وزير الداخلية، وأنا شرحت الحكاية دي قبل كده، مخلي ضباط المباحث عاملين مذكرة، السيد مشار الجليل نائب العام المسجون الفلاني أو المحبوس احتياطيا فلان الفلاني، نظرا للظروف ونظرا 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 ونظرا، فإننا في ضوء التحريات الملحقة بالتحريات الأولى بنطلب ونرجو. عادي جدا، من حق الداخلية تعمل كده، ويعرض الأمر للنظر أمام صاحب القرار الوحيد السيد المستشار الجليل محمد بيك شوقي النائب العام، اللي وحده هو صاحب القرار في إخلاء السبيل. يبقى بيجي بقى رئيس الدولة ورئيس الحكومة، رئيس الدولة أيوه هي كده، هي كده، رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية يجي يقولوا إيه؟ نلتمس من النائب العام. تمام كده؟ يجي النائب العام بقى يقول له إيه؟ يقول له رئيسه الوحيد ربنا، والله أنا نظرا لحيثيات الجديدة والتحريات اللي جات لي جديد وإلى آخره، خلاص سأفرج عن من أرى أنه من الصالح العام الإفراج عنه. لذلك أمر السيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال محامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 60 متهما محبوس احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة. خبر هام جدا ومحترم جدا، ويعني أعلم أن القضاء وأعضاء النيابة لا يشكرون، لكن وجبت التحية فقط من أجل الحالة العامة التي هي الآن موجودة في الدولة لإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطي. عندي بس خبر هو من 10 أيام، بس إزاي فات عليا أنا مش قادر يعني أتخيل إزاي فات. كل واحد فينا عنده شغلانة، وكل شغلانة ليها طبيعة معينة، طبيعة مختلفة، وكل الشغلانات زي ما قلنا قبل كده هامة للمجتمع، ما فيش شغلانة هامة وشغلانة غير هامة، لكن الوظائف التي تعرض حياة الإنسان للخطر دائما بيبقى النتيجة فيها صعبة، النتيجة فيها أنك رايح مش راجع. ففي خبر أنا بعتبره في غاية الأهمية، الداخلية تداهم أكبر مزرعة مخدرات بجزيرة بني محمد في أسيوط. أنا أسف هو عدى عليه بتاع 10 أيام بس، أنا عايز أو من 4 أيام بس. بيقول لك إيه بقى؟ كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية تفاصيل جديدة في مداهمة رجال الشرطة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قطاع العام الأمن العام والبحث الجنائي والأمن المركزي.
مع قطاع مكافحة المخدرات لواحدة من أكبر مزارع المخدرات في جزيرة بني محمد في مركز أبنوب بأسيوط. اسمع بقى، حيث ضبطت مزرعة على مساحة 10 فدان. كما فندم 10 فدان، مزروعة بانجو وأفيون. مزروعة كام؟ 10 فدان، مزروعة إيه؟ بانجو وأفيون. ودي الناس اللي اتقبض عليها، وأنا بحيي طريق، يعني لو نقدر نرجع تاني، أنا كنت طالبت دايما أي متهم يطلع وشه مخفي، ده عظيم جدا. أنا بحيي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية إنها يعني استجابت لهذا الطلب. لما شفنا صور المتهمين، هم ما زالوا متهمين، هتقول لي ده بيتاجر مخدرات، إن شاء الله يكون قتل قتل، العدل عدل، برضه صورته تطلع مخفية لحين ما يبقى عليه حكم نهائي كامل. بص يا سيدي بقى، 10 فدان بانجو وأفيون، وعثرت على مضبوطات ب 35 مليون جنيه. اهي الصوره اهي، والمتهمين وشهم مخفي وفقا للقواعد العادله، تمام، شيء محترم جدا. يبقى بعد ال 10 فدان 35 مليون جنيه، و6 ونص طن بانجو. 6 ونص طن بانجو. والقت الشرطه القبض على 15 متهما، تم التحفظ على اخر عقب تبادل اطلاق نار استمر ساعة مع قوات الشرطة. يعني انا عندي بس سؤال للسيد وزير الداخلية، ممكن افندم بعد اذن سيادتك حتى نشوف الضباط اللي عملوا الحكاية دي من غير ما وجههم يظهر، نشوف التكريم يا جماعة؟ ده اللي عمل دور في مسلسل بيتعمل له ساعات على الهواء، ده راجل كان نازل جاب لك 10 فدان مخدرات وستة ونص طن بانجو. طب المجتمع يقول له شكرا؟ يعني ده لما بيروح البيت مساء الخير حضرتك كنت فين النهارده؟ لا الحقيقه انا بس كنت كل الحكايه بخلص على 10 فدان مخدرات، وجبت كام 16 متهم، قعدنا نضرب نار على بعض، وجبت 6.5 طن بانجو. دي شغلته كده. يعني هو راح يتغدى مع اولاده بيحكي لهم عملت ايه يا بابا في الشغل النهارده؟ الحدوته اللي انا حكيتها لكم دي. طب نسمع عنهم. طيب نكرم الإدارة، إدارة مكافحة المخدرات. طب نكرم الأمن المركزي؟ لا، مع وزير الداخلية الحالي لا يتحدث إطلاقا وحديثه قليل جدا، هو بس بيوريك الشغل ده، هو بس بيوريك العمل ده، هو بيقول لك أنت قاعد في بيتك وهم ضبطوا الضبطية دي. طبعا الأرض هناك في وعورة شديدة وفي مليون اعتبار، ما هو خلي بالك الشرطة تحارب الأعراف أيضا، هي مش بتحارب بس عدم مخالفة القانون، في أعراف كثيرة جدا في مناطق كثيرة جدا وأمور متشابكة وصعبة والدخول فيها صعب جدا. 10 فدان، 6.5 طن بانجو. طب بس نعرف التكريم كان إيه؟ يعني من باب العرفان بالجميل، الكام ظابط اللي نزلوا بتوع الأمن المركزي ده بقى شايل سلاحه شايل الآلي كده وبيضرب ساعة، يا يموت يا يموت، ما فيهاش بلاي باك، يا يموت يا يموت، المهم انه يحمي البلد ويحمي ولادك وانت قاعد تتفرج عليها دلوقتي من 6.5 طن بانجو. وخلص المهمة بتاعته ورجع اتغدى في البيت، كنت فين؟ كنت بعمل اللي انا بعمله ده، ومرتبه هو هو على فكرة، وحاجته هي هي على فكرة، وقسط العربية هو هو على فكرة، مش حاجة بتتغير، هي الشغلانه دي كده. لكن لا، يبقى في اي نوع، يعني مش هنستنى لعيد الشرطه الجاي، دي ضبطيه جامده جدا، دي ضبطيه جامده جدا. فمن جانبنا احنا كل الشكر والتقدير لوزير الداخليه ولجان مكافحه المخدرات، جان مكافحه المخدرات دول بيبقوا معروفين بالاسم، والتجار دي تجار تقال يا جماعه، بيبقوا رصدينهم وفي مشاكل كتير قوي في المواضيع دي عشان تشتغل الشغلانه دي، بس ضبطيه بالحجم ده انا لا املك الا ان اقول شكرا لكل ضابط نزل المأمورية، لكل واحد جمع معلومه، لكل القطاعات اللي اشتغلت، الامن العام، البحث الجنائي، الامن المركزي، مكافحه المخدرات، لمدير الامن اللي كانت تحت ايده المأمورية، لمساعد الوزير اللي تمت تحت ايده المأمورية، للسيد الوزير اللي بيشتغل اكتر ما يتكلم، شكرا جزيلا. اللي حصل ده امر لابد ان يلقى تقديرا كبيرا جدا.
من الأشياء الأخرى التي تخرج عن النطاق المحلي. معلش يعني اسرح بخيالك معايا كده لمدة دقائق. إذا ربنا ادانا عمر بعد 15 سنة مثلا من دلوقتي، هيبقى في الجراج بتاع بيتك عربيتك وكم إنسان آلي؟ هيبقى في جراج بيتك عربيتك وكم؟ طيب كويس جدا. معانا دلوقتي؟ طيب المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال معانا على التليفون. سيادة الوزير مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا شفت تصريح لسيادتك متعلق بطرح أرض رأس جميلة للاستثمار، ممكن تدينا تفاصيل أكتر؟ هو الحقيقة أنا التصريحات كانت من فترة قريب، لكن في كل الأحوال هي رأس جميلة واحدة من ضمن المناطق اللي موجودة تبع إحدى الشركات التابعة لينا، يعني هي ومناطق أخرى يعني. والحقيقة إن هو حاليا بيتعمل لها دراسة بحيث نعمل يعني أكبر قدر من الاستفادة منها. هي مساحة أرض حوالي 860 ألف متر، وبنشوف أفضل استخدام ليها يعني. بنستعين في الحكاية دي بشركات استشارية طبعا طبعا بكل الجهات اللي في الدولة ذات الصلة، من ضمنهم طبعا السيد وزير الإسكان، هو طبعا يعني رئيس لجنة بتشرف على الموضوع دوت، وبنستعين بعض الخبراء بحيث ان احنا نعمل حاجه تبقى مميزه، وان شاء الله يعني لسه الموضوع في مرحله دراسه يعني. يعني هل في اي شيء متعلق بمناقشات او تعاقدات او طرح للاستثمار انتوا قمتوا بيه، ولا انتوا لسه في طور الدراسه؟ لا يا فندم، لسه في دور الدراسه علشان يعني نختار يعني النموذج المناسب للاستثمار في المنطقه دي. طيب في انباء بتتحدث عن انه في تخطيط انه اقامه عدد من المشروعات الفندقيه، منها 4 فنادق بالتحديد وعدد من الشقق الفندقيه، كل هذا الامر ايضا طور التخطيط ولا الدراسه بتتم على هذا الاساس؟ لا يا فندم، لا هو الحقيقه ان احنا ما حددناش لا 4 فنادق ولا شقق فندقيه ولا حاجه، يعني الموضوع حتى يعني بنفكر في نموذج يكون مختلف عن النماذج اللي هي اللي فيها الشقق الفندقيه والحاجات دي يعني. فلان المنطقه دي الحقيقه هي جزء من منطقه اكبر منها يعني موجوده في نفس المكان، فبنفكر نعمل تكامل بينهم بحيث يبقى الطرح الحاجه مناسبه، لكن الحقيقه ما تحددش لا من اللجنه ولا من الاستشاري الفنادق او نوعيه الشقق الفندقيه او كده يعني. سياده الوزير احنا بنتكلم على منطقه متفرده، يعني بنتكلم على حاجه في منتهى الخطوره من المساحه والمكانه والبحر الاحمر وفي امكانيات ضخمه جدا، فارجو ان يكون يعني اسلوب الدراسه او منهج الدراسه متوافق مع حجم هذا المشروع. هو ده بالظبط يا فندم، حضرتك بتقولته بالظبط كده، التفرد بتاع المنطقه والمكان الساحل العظيم اللي هي موجوده فيه ده بيخلينا نعمل الدراسات في ضوء اللي حضرتك قلته بالظبط يعني. طيب هنقل حضرتك فرصه ان حضرتك معانا لموضوع اخر متعلق ب اجتماعات حضرتك مع بعض المنتجين والمصدرين للغزل والنسيج، تم فيه ايه يا فندم؟ طبعا حضرتك احنا يعني حضرتك عارف مشروع تطوير الغزل والنسيج، احنا جزء منه في المحله الكبرى، في مصنعين تقريبا من ال5 مصانع اللي موجودين تقريبا انتهوا، واحد منهم يعني اصبح في التشغيل كامل، والتاني احنا في المرحله الاخيره من تركيب المكن او الكوميشننج بتاعته وبنعمل اختبارات. فكان معانا الناس الموردين للمكن في احدى الشركات اللي هي مورده المكن، وكنا بنعمل معاها البرنامج اللي احنا هنعمل بيه الاختبارات وعشان نقدر نتحقق من تحقيق المكن الانتاج بتاعه والقدرات اللي احنا متعاقدين عليها. بالنسبه للتعامل احنا في شركات بلغاريه وفي شركات فرنسيه بنتفق معاهم، لان الانتاج اللي طالع الحقيقه من مصانع الغزل اللي انا بتكلم عليها ديت هو منتج مميز، والحقيقه الناس كمان اللي هم بيتكلموا ان هم ياخدوا المنتجات ديت تبقى تستعمل في براندات يعني تليق ان القطن المصري والغزل اللي احنا بنعمله يكون في الجزئيه ديت. احنا معلش عايز اسال حضرتك سؤال يا فندم، احنا 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 دلوقتي اصبح عندنا انتاج محلي من الغزل صح كده؟ اه في عندنا نتيجه المصانع الجديده،
في عندنا انتاج من مصنع 4 قضيته حوالي 13 طن في اليوم. هو شغال يعني خلاص في التشغيل تقريبا دلوقتي، وصدرنا طب كمان جزء. ده هيسد قد ايه من احتياجات السوق؟ يعني احنا ما زلنا بنستورد غزل. طيب خلينا اشرح لحضرتك ان هو دلوقتي في عندنا الغزل اللي موجود، احنا بنتكلم على نوعين، غزل ليه الاقطان طولة التيلة، وهو ده اللي فيه القطن المصري، وده الحقيقه احنا ما بنستوردوش طبعا، ده احنا عندنا فيه منفردين. القطن قصير التيلة هو اللي احنا بنستورد جزء من القطن قصير التيلة، وبنستورد غزل من برضه من القطن قصير التيلة. وده بيجي من مصادر بتعتمدها طبعا وزارة الزراعة، نقول مثلا في الهند بيجي، وفي اليونان ومن السودان، دي تقريبا المصادر الأساسية اللي بيجي منها القطن، والغزل في الغالب بيجي من الهند. ده ليه استخدامات طبعا، بس هي استخدامات مختلفة الحقيقة عن الاستخدامات بتاعة القطن طويلة التيلة بتاعنا، سواء من نوع الملبوسات أو المفارش أو الأمصان المميزة. يعني احنا بنستورد اللي مش عندنا، اللي هو نوع من الغزل مش اللي احنا متميزين فيه. تمام يا فندم. طيب اللي احنا متميزين فيه بقى يا فندم، بيكفي انتاجنا السوق المحلي ومتطلباته؟ احنا السنه دي لو حضرتك يعني طبعا اكيد متابع معانا، احنا كان حصل حوالي 250 الف فدان اتزرعوا السنه دي قطن طويل التيله في محافظات الجمهوريه كلها، بدءا من اللي في الجنوب لغايه الوجه البحري. في طبعا مزادات لبيع القطن دوت تمت لغايه دلوقتي لحوالي 45 او 46 الف طن. باقي الكميه هتتم لغايه الشهر الجاي. القطن دوت بيكفي الانتاج اللي احنا عايزين نعمله من القطن دوت، طبعا بيخش وبعد كده بيخش في مصانع الغزل. فطبعا الكميه اللي موجوده مكفيه طبعا الانتاج المحلي. طيب عظيم جدا، معلش فرصة برضو ان حضرتك معانا. دايما في قطاع الاعمال نعاني من ان هناك شركات خاسرة، هل ما زالت هذه الجملة موجودة؟ لا الحمد لله، احنا السنة اللي فاتت يمكن كنا صرحنا قبل كده قلنا احنا عملنا ارباح اجمالية في الشركات. لا انا عارف موضوع الارباح الاجمالية، لان احنا تمام، لكن انا بتكلم الارباح نقول التفصيلية. تمام، عشان نقول ان الشركات بعد كده نقول الشركات القابضه، فهي كل الشركات القابضه اللي موجوده برضه عملت ارباح، ما عدا الشركه القابضه للقطن والغزل والنسيج، على اساس ان هو المصانع بتاعتها كلها في مرحله التطوير، وبالتالي اللي كان شغال لغايه ما عملنا الميزانيه السنه اللي فاتت كانت المصانع القديمه. ف طب خلينا نفهم الناس باسلوب مبسط، الدوله بتمتلك مصانع، هذه المصانع نقدر نقول ان نسبه 98% منها بتشتغل ما بتاخدش جنيه من موازنة الدولة، بتحقق ربح، والربح ده بيعود الى الدولة. معلش حضرتك لو سمعت عيد تاني، معلش انا هقول تاني. فكرة قطاع الاعمال ان الدولة تمتلك شركات، هذه الشركات تمتلك مصانع، هذه المصانع في مجملها او الاغلبية العظمى بتاعتها ناجحة وتحقق ارباح، صح كده؟ تمام. ولكن الشركة اللي حضرتك ذكرتها بتاعت النسيج هي دي الوحيدة لأنها في طور التطوير لم تحقق أرباح. مظبوط يا فندم. وعشان برضو يبقى الكلام يعني يعني في دقة كمان، في بعض الشركات أو بعض المصانع أو شركات زي شركات العاملة في شركة قابضة معدنية مثلا أو كيماوية، شركة أو شركتين، هم دول اللي احنا بنعمل معاهم عملية تطوير، علشان الحقيقة إن احنا يعني نحولهم مش من مرحلة خسارة، حتى من مرحلة إن الأرباح بتاعتها ما تتناسبش مع حجم الأطول بتاعتها. طيب فاحنا بنفكر احنا بنعمل ديفلوبمنت في الحاجات ديت، والحقيقة في شركة أو اتنين منهم أو ثلاثة كمان دخلنا معانا القطاع الخاص، وبالتالي الانتاجيه والربحيه ان شاء الله تظهر في الميزانيه اللي هي هتبقى في شهر 6، ونلاقي الارقام افضل. دخلتوا معاكم القطاع الخاص شراكه يعني؟ طبعا طبعا. عظيم. يعني الوزاره لديها خطه لفكره الشراكه مع القطاع الخاص في كل شركات او في بعض شركات؟ احنا يا فندم فاتحين الشراكه تقريبا لكل الشركات اللي موجوده، يعني رغم ان احنا لو اتكلمنا على اساس ملكيه الدوله بنقول ان
في صناعات احنا الدوله مهتمه انها تبقى موجوده فيها وتنمي فيها، لكن احنا رغم كده في بعض الشركات اللي هي يعني تقع تحت البند دوت احنا برضو بنشارك فيها القطاع الخاص. ويمكن في برنامج الطروحات هتلاقي في شركات، بعض شركات الادويه مطروحه للتطوير بمشاركه بزياده راس المال واخذ نسب، وفي كمان في شركه الكيما للاسمده برضو الوضع دوت موجود. احنا بنطور في شركه كيما دلوقتي، بنعمل المصنع رقم 2 وده يعني احدى المصانع العملاقه في صناعه الاسمده، وبرضو المجال موجود للقطاع الخاص اللي هو حابب انه يشارك معاه. حتى مجمع الالمنيوم اللي موجود عندنا في نجع حمالي برضو احنا فاتحين فيه المجال للقطاع الخاص للمشاركه. تمام سيادة الوزير محمود عصمت وزير قطاع الاعمال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني التصريح ما كانش او مش عارفين ايه الحكايه الحقيقه. طيب هرجع تاني للموضوع اللي انا كنت بكلم حضراتكم فيه. بعد 15 سنه من المتوقع ان يبقى الانسان الالي ماشي بينا، دي حقيقه ودي بدات فعلا، ولذلك الان يتم دراسه قوانين الانسان الالي. الموضوع هيتطور جدا، الكلام اللي كنتوا بتشوفوه في الافلام واحنا صغيرين والحرب مع بعض وبتاع ده هيحصل. يعني كل عيله او كل شقه او كل بيت هيبقى عندها اللي بيعمل الشاي والقهوه والكلام ده هيبقى انسان آلي. يعني لو الكلام دلوقتي مضحك بكره تشوفوه. وهيبقى تحت عندك في الجراج كل اسره بقى وملائتها الماليه، انسان آلي 2 3 كل واحد، وكل واحد بقى بامكانياته. في انسان آلي هيبقى بيطير. دي حقيقه. يعني ده حاصل دلوقتي. بالمناسبه في دبي لو حضرتك قاعد في بيتك وطلبت دليفري ممكن يجي لك ازاي؟ بيجي لك انسان عادي طبيعي طاير. طاير. حاطط الجهاز في رجليه كده بيطير بيه، يطير من المكان اللي انت طالب فيه الاكل يجي لك لحد باب البيت. ده خلاص ده قديم ده. الجديد بقى انسان آلي هو اللي ينظف وهو اللي يوضب وهو اللي يدافع عنك. هيبقى بيعمل كل حاجه. 15 سنه بس لو ربنا ادانا عمر هتعرفوا ان الكلام اللي بنقوله ده صح. لذلك بداوا الامريكان يفكروا ما هي القوانين التي ستحكم فكره الانسان الآلي اللي هيعيش في وسطينا ده. طيب هعرف منين الانسان الآلي بتاعي عن بتاع جاري؟ طب لما تحصل خناقة والاتنين إنسان آلي يتخانقوا مع بعض نروح فين؟ أنا بقول لك واقع لو ربنا ادانا عمر والكلام ده يعني أنتي في فضلت محتفظة بيه هتسمعوه تاني بعد 15 سنة وتعرفوا إنه هيبقى حقيقة. طب الإنسان الآلي اللي هيطير ده فعلا هيطير، إزاي هنحكم عملية الطيران والتصادم؟ كل ده بيدرسوا الآن قوانين التعامل مع الإنسان الآلي. واخد بالك ازاي؟ ثم حجم الشر والجريمه، ده اللي بيدرسوه الامريكان دلوقتي. حجم الشر والجريمه، انك تبرمج الانسان الالي ده عشان يقوم بجريمه. ما هو كل يعني ما البحث العلمي بياتي لنا بثمار جيده الشر احيانا يستخدمها. من المسؤول؟ وذكاء ولو ما قدرش صاحب الانسان الالي هو التكنولوجيا اللي اخترعها يبقى ايه؟ طيب في اليومين دول او النهارده بالتحديد ظهرت حاجه بقى عبقريه جدا. في امريكا المرشح لرئاسه الجمهوريه غالبا بيعمل تسجيل بصوته فيرن عليك رقم يقول لك انا جو بايدن وانا بعمل كذا وكذا وكذا، تستمع بس يعني مش حوار، وانا بعمل كذا ودوري اعمل كذا والى اخره. أنا دونالد ترامب وبقول كذا وبعمل كذا، بتلاقي دعاية بهذا الشكل. أم الذكاء الصناعي قلد صوت ترامب وقلد صوت بايدن وبقوا يعملوا العكس، إنه الصوت بتاع بايدن تسمع أنت بايدن وهو بيقول لك ترامب أحسن مني وأنا رئيس بقع وأنا ماشي ومش عارف إيه والحاجات اللي هي ممكن تبقى سخيفة بالنسبة لصاحب الصوت. ده عن طريق الذكاء الصناعي اللي خلى الصوت تيبيكال هو. فلذلك النهارده هيئه الاتصالات الفيدراليه حذرت
المكالمات الآلية السياسية التي تخرج من الذكاء الصناعي ردا على زيادة فيما يسمى التزييف العميق لأصوات المرشحين للانتخابات، وقد تم رصد آلاف المكالمات. الشهر الماضي استنسخت صوت الرئيس جو بايدن. خلي بالك بقى، ده يستدعي أمر آخر. يعني لو حضرتك عايش في أمريكا أو عندك واحد صاحبك عايش في أمريكا وراح قال لك ده مين، عايزين نختار عمرو أبو خطوة مثلا، زميلي هنا في أون تي في، مضايقني، استحدث لي بقى صوته وقول لي كلمتين تقال وأنا راح أعمل جنحة ضده. الله 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 الله، جنحة إمتى؟ بكرة. ازاي يعني؟ ما هو هيسجل لك فويس نوت انه بيشتم وبيعمل وبتاع والكلام ده كله. عمرو ابو خطوه اللي قاعد في المكتب اللي ورايا. اه طب وبعدين نيابه 6 اكتوبر. الا طب ده انا واحد صاحبي في امريكا اللي مؤلف الحكايه دي، احنا بنهزر ما فيهاش هزار. ما هو في القانون عندنا لسه ما وصلناش للحته دي. يعني في القانون المصري هيروح التزييف يا جماعه بتاع الصوت الامريكان بالعلم بتاعهم احتاروا فيه. الامريكان ده مش بيقلد صوت، ده بيقلد صوت جو بايدن رئيس امريكا اللي بيركب الاير فورس 1، فنجحوا ان هم يزيفوا صوته، فمش هيعرفوا يزيفوا صوت عمرو ابو خطوه. فحضرتك تاخد الفويس وتطلع على نيابه 6 اكتوبر تعملها على خبير اصوات هو عمرو ابو خطوه. طب الحل ايه؟ الكلام ده ممكن يحصل بكره. في شركات في امريكا وفي اوروبا كمان اسمها بتبيع البرودكت الاوفر تكنولوجي، اللي هو برامج تليفونيه حديثه، برامج على الكمبيوتر حديثه، برامج تجسس، برامج مش عارف، اصبحت الان في متناول المواطن العادي. دي حقيقه. فبقينا امام خطر اشد، وهو تقليد الاصوات بشكل عجز الأمريكان بقمة علمهم عن فتحه. السؤال، ماذا لو استخدم تقليد في فويس نوت أمام نيابة 6 أكتوبر؟ مش عارف. ورجوعا إلى فكرة التكنولوجيا والتشريع الموائم أو الموازي للتكنولوجيا، هيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك فكرة إنسان، ما يسمى يعني عليه إنسان آلي موجود عايش معاك أنت والمجتمع، فبالتالي كلكم هتتعاملوا مع بعض بقانون جديد يعكف الآن الناس في أوروبا وفي أمريكا على تخيل لهذه القوانين. تخيل لهذه القوانين، الإمكانيات العلمية والقدرات اللي بيتكلموا عنها عن هذا الإنسان الآلي خارقة خارقة، لا ينسى ولا يكل ولا يمل، لو اتشحن خلاص وما بيعياش، ويصمم فيه اجهزه الاستشعار واجهزه المش عارف ايه، ويقدر يفتح عينه ويفتح لك النور في البيت ويغمضها النور يطفي. 80,000 حدوته، 80,000 حدوته. وكل طبعا ما الزمن بيتغير. زمان الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه، كنت حضرت له حلقه يمكن في اوائل الثمانينات، كان جايب اختراع رهيب جدا جدا في وقتها، يعني انه في جهاز كده ضخم قوي بتقدر تتصل بيه بامريكا وتشوف اللي قاعد في مصر يشوف اللي قاعد في امريكا. دلوقتي اهو في ايد العيال اللي عندها 15 سنه تشوف وتعمل اللي انت عايزه بقى، امريكا استراليا بقى كلام فارغ بقى، يعني بقى يعني ايه اللي انت بتقوله ده يعني. فاللي انا بقوله لكم دلوقتي ده كمان 15 سنه هيحصل. الدول تستعد لوجود كائنات أخرى هتكون عايشة معانا. بيقولوا لي زمايلي إن وزارة العدل بتعكف الآن على مشروع متكامل لمواجهة موضوع التحديات الذكاء الصناعي. نحن أمام منعطف جديد في الإنسانية. نحن أمام أفكار جديدة. هيبقى في مواضيع جديدة، حواديت اجتماعية جديدة، والإنسان الآلي بتاعي راح ورجع، وده أحسن من إمكانياته أكتر، وده زي العربيات كده. طيب
الايدي العامله بقى هيبقى موقفها ايه كمان 10 و15 سنه؟ يعني الكاميرا مان اللي انا سامع صوته دلوقتي يا ترى انا اقدر اجيب كاميرا مان تاني بدل الكاميرا مان؟ بس والله هيوحشني. فهيبقى في حاجات كتيره قوي. يعني الشركات هتسال طب انا اجيب انسان ليه؟ يعني انا اجيبه بأمارتي ايه؟ وهيبقى في استنساخ بقى. يعني حضرتك عايز تسمع ورده الله يرحمها هيجيبوا لك ورده، عايز تجيب واحد يقدم مكاني هتجيب نفس كل حاجه موجوده. يعني البشر سيتراجعون خطوه الى الوراء. ربنا يدينا ويديكم طول العمر 15 10 15 سنه اللي جايين هتشوفوا الكلام ده بيطبق. اتمنى للبشريه انها يبقى فيها استقبال جيد للنيو جنريشن من الحياه اللي هيكون يعني مرهق جدا وصعب جدا وفي تداعيات كثيرة جدا. نطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع أشوف أخباركم. امبارح بتفرج على الاستديوهات التحليلية، اسمع دي عشان هتعجب. فمثلا إيه المذيع يسأل الاستديوهات التحليلية الرياضية، يسأل الضيف يقول له إيه رأيك في اختيار حسام حسن؟ يقول له يعني تلاقي الراجل الضيف قاعد فاكر ان ابراهيم ولا حسام واقف على باب الاستوديو، فيعيني بيتحسس الالفاظ في اختيار حسام. هو الحقيقه يعني يبدو ان اسلوب حسام لا يفهم في بعض الاحيان، انا لقيت جمل كده، يعني لقيت جمل بالشكل ده. تمنياتنا بالتوفيق لحسام وابراهيم ان شاء الله في موضوع المنتخب القومي. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بنعود لحضراتكم مرة أخرى. البنك المركزي في أخبار صحفية، يعني ده نقلا عن أخبار صحفية، بيطلب من البنوك إجراء حصر فوري لطلبات الاستيراد المعلقة للأدوية. الكلام ده حديث، الكلام ده حصل امبارح. طلب البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المحتجزة في المواني ومنحها الأولوية في عمليات تدبير العملة الأجنبية. وقال مصدر مصرفي لاقتصاد الشرق مع بلومبرج أن البنك المركزي المصري خاطب كافة البنوك منذ ساعات، ده الكلام ده أمس، بحصر الطلبات المعلقة لاستيراد الأدوية ووفق فئات تتضمن منتج كامل التصنيع أو مستلزمات إنتاج أو خامات اللازمة لتصنيع الدواء. موضوع مهم جدا، خلونا ناخد الأستاذ الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. دكتور علي مساء الخير. مساء الخير. أولا هل هناك نقص في الأدوية نتيجة الصعوبة التي تواجهها البلاد الآن في موضوع نقص العملة الأجنبية؟ هو طبعا في دلوقتي مجموعة من الأدوية ناقصة ظهرت واضحة في أدوية ضغط سكر كوليسترول وكده، ولكن هذه الأدوية ليها بدائل ومسائل، وبالتالي البدائل والمسائل بتقوم محل الأدوية المستوردة، بدائل محلية الصنع، يعني محلية الصنع بنفس الكفاءة ونفس الجودة. وإحنا عندنا تجربة رائدة اللي هي تجربة فيروس سي، عالجنا الحالات بنسبة 99%. مفهوم 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 يا دكتور علي. طيب في أدوية تانية ملهاش بديل مصري محجوزة في الجمرك أو مش عارفين ندبر عملة ونجيبها؟ بص حضرتك، المخزون الاستراتيجي اللي موجود في البلد للأدوية اللي ملهاش بدايل خلاص ثلاث شهور. ثلاث شهور؟ ثلاث شهور. هو ده المينيمم ستوك اللي احنا هيئة الدواء دايما بتحافظ عليه، ما يقلش عن ثلاث شهور. خلاص من 3 لـ6 شهور الأدوية التي ليس لها بدائل أو مسائل. ده اوريدي موجود، يعني من فبراير موجود، مارس وإبريل ومايو موجود. عشان كده احنا الاجتماع بتاع دولة رئيس الوزراء مع هيئة الشرع الموحد وزارة الصحة وهيئة الشرع الموحد وهيئة الدواء والبنك المركزي كانت لوضع أولويات وحصر الـ المشاكل اللي بتواجهها صناعة الدواء والمستلزمات، وطلب فورا من البنك المركزي ان في خلال الشركات هتتقدم بكل اللي هي طلبته،
وحصر من البنوك بالشركات متقدمة بيه، وفي نفس الوقت في خلال اسبوع او 10 ايام تكون كل الدعم والدولارات ان شاء الله توفرت للقطاع. وفعلا من امبارح لقينا سيل من الاعتمادات طلعت لشركات. لا لا، واحده واحده عليا، ده خبر هام جدا. في سيل من الاعتمادات امبارح المركزي فتحه لشركات الدواء، شركات الدواء. وكان بصراحه يعني هتلاقيها حاجات مثلا 450 ألف دولار، 250 ألف دولار، اللي هي الأرقام الكبيرة، والحاجات اللي هي مواد خام وأدوية وكده. من امبارح الحمد لله الدنيا ماشية كويس جدا يعني. فإن شاء الله متوقعين يعني قبل في خلال أسبوع و10 أيام تكون الصناعة بالكامل اتغطت كل احتياجاتها. ده بما فيها يا فندم مستلزمات إنتاج الدواء؟ كل حاجة يا فندم، كل حاجة. القرار واضح إن أي حاجة تخص الدواء سواء مستلزمات او ادويه او ادويه كامله تمت الصنع او مواد خام يتم على طول سرعه الافراج عنها علشان احتياج السوق وكده. يعني انا لو صاحب شركه دواء او صاحب مصنع دواء دلوقتي ما بقاش عندي ويتنج ليست في البنك المركزي، خلاص بروح بقدم الاعتماد بيطلع لي بيه على طول بالعمله الصعبه. هو حضرتك الشركات اوريدي مقدمه في البنوك. هو كل القصه الشركات بعتت بيان لهيئه الدواء وهيئه الشراء الموحد، البيان ده راح لمجلس الوزراء وراح للبنك المركزي بحيث على طول بيتبعت للبنوك ان هو يتم التدبير. فالبنوك على طول بدات على طول تدبر من امبارح بصراحه، يعني كميات يعني دفعات قويه الحمد لله يعني. تمام، ده شيء هايل جدا. دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حلو جميل، ده معناه صباح الخير يا بنك، صباح النور، عندك دولار للدواء عندي دولار. حلو، ده حلو حلا للأزمة. أنا عارف إن كان في أزمة، الأزمة مش حلو طبعا، لكن الحلو إنه فعليا الناس اللي إيدها في السوق اللي بتشتغل في الدواء بيقول لك سيل من الاعتمادات اللي البنك فتحها. لما اجتمع رئيس الوزراء مع البنك المركزي هيئة الشراء الموحد الشركات الخاصة الناس بتشتغل في الدواء متأخر عندي قد كده اديني حصر بيهم، امبارح اتفتحت الدنيا. حلو، عقبال الباقي، عقبال كل مستلزمات الانتاج، عقبال كل البضاعة المتأخرة في الجمارك. وعلى ذكر البضاعة المتأخرة في الجمارك، في ضمن الدراسة التي أتمنى أن رئيس مجلس الوزراء باعتباره مسؤول عن الشارع المصري وعن المصريين يعملها لوجه الله، يعني ضحايا الأزمة الاقتصادية، الناس اللي اتكبدت نتيجة الأزمة الاقتصادية، في المواطن العادي وفي كل حاجة، بس في ناس تانية هو عايز دولار ومقدم في البنك والسلعة اللي جايبها كان مدخل إنتاج هيشغل بيه مصنعه موجودة في الجمرك، بيدفع ثمن أرضية الجمرك مع ان هو مش السبب. يعني هو الراجل اشتغل زي بقيه الناس، كتر خيره انه ما راحش تايوان ولا الصين ولا البحرين، هو قال هفتح مصنع في مصر، عظيم جدا تشكر. وبعدين طلبت ان حاجه بتاعتي تيجي عشان احطها في الصناعه بتاعتي فصنع منتج واصدره باسم مصر واجيب دولار. طب ولما طلبتها جات لمين؟ طب عشان تخرج لازم البنك يطلع لي نموذج اربعه ويطلع لي الاعتمادات والحاجات دي كلها، لازم يوفر لي دولار. طب البنك عمل لك ايه؟ ما وفرليش دولار. طب وبعدين؟ بخسر. طب وبعدين؟ عندي شرط جزائي بدفعه. طب وايه كمان؟ وبياخدوا مني ارضيات في الجمرك. ده عدل؟ يعني ده عدل؟ هيبقى موت وخراب ديار. طب مفيش حل؟ مفيش طريقه؟ مفيش إعفاء من الأرضيات نظرا للحالة التي تمر بها البلاد؟ لا لا لا، دول أغنياء، دول رجال أعمال. أيوة يعني حرامية يعني؟ ده ناس بتفتح، ربنا سخرها عشان تفتح بيوت ناس، ده ناس بتشتغل في الصناعة الوطنية، ده ناس بتصدر وبتجيب لك دولار، لازم دولار لازم تفكه في البنك. بس أنا بتكلم في العدل، هل من العدل إن هو يدفع أرضيات وهو مش سبب التأخير؟ هات له دولار. وحاجة كمان عشان نبقى قلنا كل اللي نفسنا، هل صحيح، مش عارف دي هتودينا فين بس نقولها وخلاص، لما أنا يكون عندي دولار أروح بيه للبنك
عشان يطلع لي نموذج 4 بس بشرط اتنازل عن شويه لصالح البنك بالسعر العادي؟ يعني انا عندي عايز اطلع اعتماد ب 100,000 دولار، اقوم حاطط في البنك 120,000 دولار كاش. البنك يقول لي ال 20,000 دولار دول تتنازل عنهم بال 30 جنيه وال 31 جنيه وانا اطلع لك بال 100. هل ده صحيح؟ طب السؤال الثاني، هل صحيح لو في شركه، لو في شركه عايزه تتنازل عن 100,000 دولار لصالح شركه ثانيه، ان التنازل ده بيتم جوه البنك مقابل عدد من الرسوم المتعدده اللي تخلي السعر يوصل ان الدولار ب 50 جنيه؟ انا بسال، ما عنديش معلومه. هل ده صحيح؟ وهل صحيح ان ده بالتوازي، انه نقبض على اللي ماسك 2000 و 3000 دولار؟ يعني فين الصح في الحدوته؟ تاني، انا اسال وليس لدي معلومه. حضرتك بتجيب 100,000 120,000 دولار، تدخل بنك تقول لي اعمل لي اعتماد، تقول له اعمل لي اعتماد بال 100,000 دولار، وال 20 دول خدهم وهات لي بيهم مصري. بكام؟ ابو 31. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك انا جايب لك شركه الف هتتنازل عن 100,000 دولار، وشركه ب هتشتري 100,000 دولار. اه تمام، في بقى رسوم ودمغات توصل الدولار ل 50 جنيه. هل ده صحيح؟ هل ده بيحصل؟ احنا بنسال، اتمنى انه يبقى في رد على اللي احنا بنقوله، لانه لو ده بيحصل يبقى مش منطقي. زي مره كده محافظ البنك المركزي كان طلع في برنامج اللي فات، طارق عامر الله يمسيه بالخير، قال له وبتجيبوا فلوس منين؟ قال له بنطبعها. بتجيبوا فلوس منين؟ قال له بنطبعها، بس بطلنا بقى نطبع. كانت جمله شهيره جدا الله يمسيه بالخير. طيب دي كانت اخبارنا النهارده. بعد الفاصل انا هلتقي ب كاتبة لها حس علمي وتاريخي وأدبي له رونق خاص، الكاتبة دكتورة ريم بسيوني، كاتبة وروائية. هنسأل معاها أسئلة تتعلق بكتابتها وبرواياتها وبالكتب اللي يعني كتبتها. لكن أنا واقف عند كتاب واحد هو ده اللي يمكن لفت نظري. كتابها اسمه البحث عن السعادة، رحلة في الفقه الصوفي. بغض النظر عن رحله في الفقه الصوفي، البحث عن السعاده. ناس كتير قوي عندهم السؤال ده، كيف تكون سعيدا؟ البحث عن السعاده. فما كنتش عارف ان هناك اديبه وكاتبه وروائيه عملت كتاب عن البحث عن السعاده، فلما عرفنا قلنا لازم نشوف الدكتوره ريم بسيوني ونسالها من اين تاتي السعاده في كل اللي احنا فيه ده. بعد فاصل قصير الدكتوره ريم بسيوني ضيفتي في كل يوم، خليكم معانا. هي واحدة من مبدعات مصر وقوتها الناعمة، ترجمت روايتها للإنجليزية والإسبانية واليونانية والإيطالية، وترجم أعمالها روجر آلين مترجم رواية نجيب محفوظ. إنها الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة والروائية المصرية، أستاذة ورئيس قسم اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخرجت من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، حصلت على دكتوراه من جامعة أكسفورد، وعملت كأستاذة ومحاضرة أكاديمية في بعض الجامعات البريطانية والأمريكية بينها جورج تاون، ثم عادت إلى القاهرة لتنضم إلى الجامعة الأمريكية في عام 2013. روايتها تمتاز بالإثارة والتشويق، بدأت رحلتها الإبداعية برائحة البحر كأولى روايتها عام 2005، ثم الحب على الطريقة العربية الدكتورة هناء بائع الفستق. هذه الرواية التي حازت على جائزة أفضل عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت أشياء رائعة ومرشد سياحي وأولاد الناس ثلاثية المماليك، التي حازت على جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة، ثم رواية الحلواني والبحث عن السعادة، ومؤخرا رواية ماريو أبو العباس.
حازت على جوائز ساويرس للأدب والشيخ زايد والقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للأدب في أيرلندا وجائزة الدولة للتفوق في مجال الأداب عام 2022 عن مجمل أعمالها الأدبية، وهي أيضا عضو لجنة تحكيم جائزة البوكر الدولية. من جامعة اسكندرية لماجستير ودكتوراه من أكسفورد في بريطانيا، ثم دراسة في الجامعات البريطانية والأمريكية، راحت كامبريدج بعد كده، يعني محررة في عدد من الصحف الأجنبية إلى جانب عدد كبير جدا من الدراسات عن اللغة والهوية، ثم الآن أستاذة ورئيس قسم اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأستاذة الدكتورة ريم بسيوني. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إيه السي في العظيم ده؟ يا رب يخليك والله. يعني أحرقتينا علميا. لا لا لا، إزاي بقى؟ لا 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 طبعا. الحكاية ابتدت منين عشان نعرف بس بشكل شخصي؟ 94 تخرجت من اسكندرية. أنا كان طول حياتي عايزة أبقى أديبة وعايزة أبقى أستاذة جامعية، يعني حلمين عندي من وانا عندي مثلا 12 سنة. ببتدي أكتب روايات وأنا عندي 12 سنة وأعمل لها غلاف وأحطها في الدرج. كمية روايات كتير جدا عندي في الدرج بقى. تمام. بعد كده ودايما عندي يعني في دماغي ان انا عايزه ابقى اديبه واستاذه جامعيه. فالحمد لله يعني. طيب بعد جامعه اسكندريه رحنا فين؟ بعد جامعه اسكندريه رحت جامعه اكسفورد، عملت ماجستير ودكتوراه. طيب كنت صغيره قوي في الوقت ده. انا سافرت يعني سبت مصر وانا عندي 23 سنه. على الماجستير والدكتوراه. على الماجستير والدكتوراه، وكان كنت عايزه اخلص الدكتوراه. وان شوت يعني؟ وان شوت. الحمد لله. من أكسفورد وفي علم اللغة الاجتماعي. ده خدوا منك وقت قد ايه؟ الماجستير سنتين والدكتوراه 4 سنين. عظيم جدا. وبعدها؟ بعدها اشتغلت شوية في جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد، وبعدين رحت جامعة يوتا، وبعدين جامعة جورج تاون في أمريكا. وجي مصر امتى بقى؟ 2013. 2013. سنة مهمة. سنة مهمة. في الجامعة الأمريكية من أول الأمريكية. ما حضرتك وصلتي مصر. طيب هو الأدب والكتابة تدرس؟ تذوق الأدب ممكن ندرسه. ده يعني سؤال مهم جدا. احنا ممكن ندرس الناس ازاي تتذوق الأدب، ازاي تفهم الأدب، لان في عندنا تكنيكات معينة لفهم الأدب. مثلا لما نيجي نقرأ نجيب محفوظ، ما ينفعش ان احنا نقرأ لص والكلاب من غير بقى ما نعرف ان نجيب محفوظ الشيخ لما بيكلم سعيد مهران. صحيح. في بينهم كلام كتير جدا مكتوب في كتب الصوفية. فلو احنا ما نعرفش احنا هنعدي على الحوار ده من غير ما نفهم مغزى الكلام وصعوبة التفاهم بين الاثنين. ده بالنسبة للمتلقي. متلقي. كلام الناس. بتكلم بالنسبة للكاتب، ينفع يدخل معهد علمي كي يكون كاتبا ولا هي موهبة؟ اقول لك بصراحة ولا خلينا صراحة النهاردة، لا ما ينفعش، لازم موهبة. لا لازم موهبة. والدليل على كده نجيب محفوظ نفسه. خلينا يعني احنا يعني طبعا ممكن الكلام يزعل الناس، بس انا بحس ان الكتابة هي موهبة. يعني مهما كانت درجة العلم لابد ان تكون لازم الموهبة. تكون في موهبة. ممكن الموهبة نزودها طبعا، قراءة مهمة جدا، من غير قراءة مفيش موهبة ولا اي حاجة تنفع. لكن من غير الموهبة مفيش حاجة تنفع. طيب قبل ما ادخل في المواضيع اللي احنا هنتناقش فيها، بتشوفي ازاي الرواية في الشارع المصري؟ هل الرواية دلوقتي بنفس أهمية زمان ولا قلت اهتمامات الناس عليها؟ والله طبعا في عصر اللي هو بتاع والدي، لا كان كل المصريين بيقروا. مصر كلها لما ينزل تستنى رواية جديدة لإحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، ويبقوا خلاص كل الناس هتقراها، كل الناس هتقراها ويتناقشوا فيها مع بعض. بدأت بحس ان دلوقتي في جيل جديد بيحب القراية وبيتكلم عنها، وبقى في زي منافسة رائعة كده. انا قريت كم كتاب، لا انت قريت كم كتاب، لا انت قريت ده كتاب حلو. في مناقشات، في اعداد بين الناس، في نوادي للقراءة، حاجات حلوة يعني. في حاجات تدعو للأمل بالنسبة للقراءة. شفت الإقبال على معرض الكتاب ازاي؟ رائع. انا كنت من المنسقين بتوع معرض الكتاب السنة دي، والحقيقة في اللجنة يعني الاستشارية، وانا دايما بحس ان معرض الكتاب في القاهرة ده حدث ثقافي عالمي. مش بس حدث ثقافي مهم. عالمي. طبعا طبعا. خلينا نفكر في كل معارض الكتاب في العالم. من اهم معارض الكتاب في العالم هو معرض الكتاب القاهرة. في القاهرة طبعا. خلينا نفكر في عدد الناس في مصر. وعدد الناس اللي راحوا اول يوم لمعرض الكتاب. ملناش دعوه ما اشتروا ما اشتروش، اتفرجوا. العدد الدخول، عدد الدخول ده يوضح لنا ان ده حدث ثقافي عالمي.
وما زال هناك فئه من الشارع بتهتم بفكره زياره معرض الكتاب. بالعكس، انا شفت ان انا لما رحت هناك انا شفت ان كل الناس رايحه باولادها، وفي ناس كتير جدا شايله اكياس كتب لاولادها. فدي حاجه بتدعينا فعلا ان احنا بتدعونا ان احنا نبقى عندنا امل كبير جدا في المستقبل بالنسبه للقراءه، بالنسبه للاهتمام بالقراءه. طب ده جانب ايجابي، ما حدش سمعنا وهسالك السؤال ده يعني. احيانا الواحد يبص على الماجستير والدكتوراه وايام كامبريدج والبرد والبحث وبروح المترو الصبح وارجع، وكانت عمليه قاسيه جدا وست سنين، ويجي يلاقي مثلا انه في يوتيوبر على يوتيوب مشهور وغني وعنده فلوس، او مغني ملوش اي لازمه عمل كلمتين ملهمش اي معنى بقى مشهور وبقى العائد المادي عنده كبير جدا. ده بيبقى ازاي او وقعه ايه على الشخص اللي بنى حياته بالعلم بهذا الشكل؟ هو طبعا احنا دايما يعني لما بنسال حد بنقول له انت امنياتك ايه في الدنيا، فالاستاذ الجامعي عارف انه مش هيكون غني، مش هيكون غني لا خلاص كده يعني، هو عارف انه استاذ جامعي، فهو استاذ جامعي، فهو عارف ان هو لو هو امنياته الفلوس يشتغل حاجه تانية. وطبعا دي قاعده عالميه ولا قاعده لا مصريه؟ لا عالميه. لا عالميه. وطبعا ده مش معناه ان الشغله التانية اقل قيمه، وبالعكس ده ممكن واحد يقدم برضه للمجتمع بالغنى حاجه رائعه او بالتمثيل، لكن هو عارف ان هو الوظيفه بتاعته مهما وصل مش هيبقى غني يعني، هيبقى يعيش مرتاح، بس مش يعني مش الفلوس هي هتكون الهدف. طيب لما بتدرسي في الجامعه وبتتناقشي مع الطلبه بتوعك اللي هم في بدايه العشرينات اعتقد دلوقتي، طبعا بتشوف الجيل ده ازاي؟ طبعا هو عنده تحديات شديدة، تحديات يمكن اكتر من الجيل بتاعنا بكتير. زي ما حضرتك قلت احنا عندنا يعني كل اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك وكل الحاجات دي، هي معناها ان في معلومات كتير بتوصل، بس كمان معناها اننا في وقت كتير مهدر بقضيه في تواصل مع ناس ممكن معرفهاش وممكن معرفهاش تاني، فحتى طريقة حياتنا بدأت تتغير. يعني محتاجين ان احنا نقعد كده يوم في الاسبوع نسيب كل حاجه، نصوم عن اي نوع من التلفزيون، من السوشيال ميديا، من كل حاجه. لا ممكن يوم واحد يعني في الاسبوع. طب مستوى ثقافه هذا الجيل بتقيميها ازاي؟ مجامله. لا صعب نقيمها. هو طبعا في مشاكل، مشكله ان انا ابقى عندي احساس ان انا اقول قدام الناس انا ما بحبش القرايه. يعني دي كلمه اعتقد ان احنا اهلنا بابايا مثلا ما كانش يقدر يعني لحد يقولها يبقى حاسس انه خجل، في خجل ان انا ما بقدرش، ما بقراش، ما بحبش القرايه. لكن دلوقتي ساعات الناس تقولها بكل فخر. انا ما بحبش القرايه، ما بقراش خالص. فدي طبعا في مشكله، دي بتؤدي الى مشكله. بعيدا عن القراءة التقليدية، ما ممكن يكون بيحب الاطلاع، الاطلاع ده ممكن يكون عن طريق انه صديقه جوجل بيسمع منه وبيعرف منه المعلومة. يعني انا بشوف ان القراءة التقليدية في قراءة الروايات او الشعر او الحاجات اللي احنا كنا نقراها واحنا صغيرين دي، لا هي دي القراءة، هي دي المهمة، لان احنا لم تصبح هي الاداة وقعها على الشاب زي وقعها على حضرتك طبعًا. او على الاجيال اللي قبل كده. انا عارفة كده، بس كمان عارفة ان عايزه اكبر مخ حد، عايزه اخليه يفهم تجارب كتير مش هيعيشها، عايزه اخليه يشعر بالتجربه الانسانيه وبمعاناه الانسان الاخر. لازم اديله قصه زي ما بيتفرج على فيلم او بيتفرج على مسلسل، حس بيه قوي وحس بالشخصيه اللي جوه المسلسل قوي، فتعاطف معاها، تعاطف مع الناحيه الانسانيه فيها. فاذا كنت انا عايزه يا رب جيل ما عندوش تعصب، جيل عنده يعني تفهم للاختلاف واحترام للاختلاف، لازم اعلمه القراءه. طيب في مقولة بتقول أن قمة العالمية هي قاع المحلية، الجملة دي بتنطبق على روايات نجيب محفوظ، يعني بين القصرين ما فيش حد قاعد في باريس يعرف في بين القصرين كتير يعني، لكنه استطاع أنه يفرض بين القصرين. لو رحتي مكتبة في باريس هتلاقيها موجودة ورواية ومحترمة وناس كتيرة فرنسويين عارفينها الآن. لازم الأديب يكون عايش بين وطنه أكتر ولا يقدر يكون في كل الأوطان ويحمل هذه الرسالة الأدبية؟ لو كلمنا على نموذج نجيب محفوظ تحديدا، وطبعا انا مبسوطه ان حضرتك اتكلمت على النموذج ده. نجيب محفوظ اللي خلاه يقدر يوصل للعالميه ويوصل لقلوبنا احنا، ويعتبر انا بالنسبه لي بعتبره من افضل يعني من احسن كتاب العالم، ان هو قدر يكتب على التجربه الانسانيه، الضعف البشري، القوه،
الكامنة داخل الإنسان. كل بقى المشاعر اللي احنا بنمر بيها كل يوم من الغيرة والحسد والحب والكره، الإحباط، الغنى، الفقر، ان احنا نبقى محتاجين، ان احنا نتنازل عن شيء عشان الفلوس، اللحظات دي كلها اللي بنشوفها حوالينا يا اما في نفسنا يا اما في حد قدامنا، هو عبر عنها وبصدق شديد، عبر عنها من خلال الشخصية المصرية، من خلال الشخصية المصرية. فهو كان صادق ليه؟ لان هو عارف الشخصية المصرية، فقدر يوصل لبره، لان هو كتب بصدق. لا هو كتب علشان يوصل بره، ولا هو يعني ما ممكن انا اكتب حاجه غريبه والناس تقراها، او اكتب مثلا على قهر المراه في الوطن العربي فالناس كلها تبقى والله ده الست يعني. لكن لو انا كتبت انا الشخصيه الحقيقيه اللي انا عارفاها، هوصل، ان المخلص بيوصل. وهو مش هعدي لك جمله قهر المراه في الوطن العربي دي، بس يعني كمان بفكر في حاجه تانية، انه احيانا الاديب يصطدم بواقع اسمه العادات والتقاليد مثلا. هنا بيبقى ايه المعيار؟ يعني انا عايز اعمل روايه لكن هناقش فيها فكره لا يقبلها المجتمع، تصطدم مع عادات وتقاليد المجتمع. ما هو انا لو كاتب شاطر هكتبها ومش هيبقى في اي مشكله في المجتمع. يعني كل زي ما نرجع نجيب محفوظ، افكر في اي فكره صادمه ممكن تتصورها، ناقشها بكل رقي وبكل روعه وبكل فن، بحيث انها عدت ما حدش في المجتمع واقف قدامها. فانا لو عندي القدره ان انا اعبر بهذه الموهبه، مش هحتاج ان انا يعني يبقى عندي اي مشكله. وبالتالي حضرتك بترجعي تاني لمفهوم الموهبه، هو ده طبعاً. العنصر الرئيسي طبعا موهبه، وكمان ذكاء. يعني هو كان عنده هذا الذكاء ان هو عدى على كام نظام سياسي ما اصطدمش باي منهم. مع ان هو على فكره رواياته نقد للمجتمع صحيح. يعني غير طبيعي. ونقد للفساد، ولكن هو قدر انه يعدي بكل روايه من الروايات من غير اي، لان هو بيكتب برقي. المناخ الثقافي اللي موجود دلوقتي في مصر يرضي طموحاتك في الروايه؟ في الروايه شايفه ان في طفره شديده جدا ثقافيا، الشعر والروايه والقصه القصيره، في اصوات رائعه، في يعني في ناس كتير، مش مصر بس، الوطن العربي كله الحقيقه. في نهضه، أنا شايفة إن في نهضة ثقافية فيما يتعلق بالرواية. بالرواية تمام. هبتدي بقى بأول حاجة لفتت نظري، البحث عن السعادة. ليه قارنت البحث عن السعادة برحلة في الفقه الصوفي؟ لأن فكرة السعادة بالنسبة لهم كانت مهمة جدا في كتاباتهم. هم استعملوا كلمة سعادة على فكرة، دايما الناس بتقول لي لا الصوفية يستعملوا كلمة رضا. يعني كلمة دينية بساطة ورضا لا صح. ده هم استعملوا كلمة سعادة في كتبهم. يعني ممكن يبقى الكتاب اسمه الوصول الى السعاده او ازاي نوصل للسعاده، لا استعملوها كتير جدا. وكانت رحلتهم، هم ناس متفائله، ناس عندها يقين بربنا. خليني برضو اوضح، لان دايما احب اوضح للناس في فرق موجود بين الطرق الصوفيه والفكر الصوفي. صحيح. مش معنى كده ان الطرق كويسه او وحشه، انا ما اعرفش عنها كتير لان انا ما درستهاش. انا درست تاريخ الصوفيه من العصر الاموي للعصر المملوكي. فهي دراسه علميه على فكرة الناس دي ازاي يقدروا بنفسهم من جواهم يلاقوا السعادة. طبعا هي حاجة الواحد لازم يلاقيها جواه مش في الأحداث اللي حواليه، عشان كده ممكن تلاقي حد عنده كل حاجة لازم يلاقي السعادة جواه. طبعاً. ازاي يعني؟ أنا ممكن أكيد حضرتك قابلت حد عنده كل حاجة، ولاد وزوجة كويسة، فلوس، منصب، وتعيس تعاسة غير طبيعية من غير ما احنا عارفين هو تعيس ليه، أو العكس. يعني حد شكله ما عندوش حاجة خالص لكن عنده هذا الإحساس بالسعادة. طب هو ده جاي ازاي؟ ده حاجه بقى بنمرن نفسنا عليها. فهم بيدونا زي كده بنقول يعني خطوات. طب ايه اهم إزاي؟ اللي حضرتك اقتبستيه من الفكر الصوفي يؤدي الى السعاده؟ اولا نظرتهم للمصائب في الدنيا، عندهم نظره للمصايب كده مختلفه عننا، يعني نظرتهم للاشياء مختلفه عننا. يعني هو المصايب يعني اي حاجه مؤلمه، يعني فقر، ظلم، فقد، بيتلقوها ازاي؟ هو عنده طريقه ان هو يفصل بين حاجتين، يفصل بين القضاء والالم المترتب على القضاء. ان هناك قدر يعني في قدر والم يعقب هذا القدر. بالظبط. الالم ده هو اللي مضايقنا. يعني احنا لما مثلا يحصل لنا ظلم، هو كحادث ظلم ممكن نقول طيب حصل، لكن ايه اللي مضايقني؟ ما هو الواقع الأثر. واقع هذا الظلم عليا، او واقع هذا الفقد عليا. فهو يبتدي يقول لك يبقى احنا القدر ده بتاع ربنا، ما نقدرش نعمل فيه حاجه، يعني هنشكر عليه. لكن الصبر يبقى هو المقترن بالالم.
هنصبر وهنبتدي بقى ندور على ادويه للالم ده. عندنا انواع ادويه مختلفه تختلف بنوع البشر. واحد ممكن يستغرقه شيء تاني يساعده ان هو يطلع من الالم ده. صحيح. واحد ممكن العلم يستغرقه فيطلع من الالم اللي هو فيه. واحد ممكن حب ربنا يستغرقه جدا فيطلع من الالم اللي هو فيه. كل بقى انسان يقدر ان هو يطلع نفسه من الالم ده او مساعده الناس تستغرقه. حتى احنا بنشوف الحكايه دي من غير الشرح بتاعهم. صحيح. لما حد بنلاقيه ان هو مر بتجربه صعبه فبدا يساعد الناس التانية فبدا ان يرتاح نفسيا. فدي مثلا فكره ان هو بيفصل بين القضاء والالم او المترتب على ثم علاج الالم. دي برضو فكره ما جتليش انا قبل كده يعني قبل ما اقرا الكلام بتاعه ده. واحد في البحث عن السعاده عنوان جميل جدا. ايه تاني ممكن يكون موجود في الفكر الصوفي يؤدي الى السعاده؟ طبعا برضو فهمنا للدنيا. احنا طبعا يعني احساسنا في الدنيا ان احنا الحياه الطيبه حتى القران بيتكلم عليها ان احنا فاكرين ان معناها ان احنا عندنا كل حاجه الحمد لله او عندنا الحاجات اللي احنا هنعيش بيها براحه. انما الحياه الطيبه مش كده. هي الحياه الطيبه اللي احنا اكتفينا فيها باللي عندنا. القناعه يعني. هي القناعه بس هي مش قناعه بس. هو احساس. هم عندهم طبعا ده فكر صعب شويه يعني بالنسبه لنا احنا ان احنا نحققه صعب. هم عندهم فكره ان كل ما الانسان تقرب من ربنا اكتر وطلع من نفسه الصفات الذميمه وحاسب نفسه وصفى قلبه وبدا ان هو زي ما يكون كده ايه بيلمع القلب بتاعه كل يوم بالليل كل ما عمل كده اكتر كل ما تحرر. وعندهم فكره ان الروح بتحب الحريه. فالانسان بيبحث عن الحريه ساعات بطرق خاطئه. يعني يقول لنفسه لو معايا فلوس كتير هعمل كل اللي انا عايزه. او لو اتجوزت واحده حلوه هعيش حياه جميله. فهو فاكر ان دي الحريه بتاعته او ده اللي هيديله الحريه. لكن هو في الحقيقه ده مش هيديله الحريه. هو ده حاجه تانية تستهلك منه او يبقى هو عبد لها حاجه بيحاول يوصل لها. لكن فكره الحريه ان الانسان يتخلص من عبوديه الاشياء اللي حواليه ويتقرب من ربنا. دي صعبة. عند الصوفيه طبعا صعبه لكن جدا. كانت بالنسبه لهم طريق للوصول الى السعاده. طيب بعد الفاصل هكمل معاكي باقي الروايات لان كلها روايات الحقيقه عظيمه جدا. وانا بشكرك اهدتني الدكتوره ماريو وابو العباس. اخر عمل. اخر عمل للدكتوره ريم بسيوني ماريو وابو العباس هنتكلم عنها بعد الفاصل. مش عارف لما بقعد مع حد واخد ماجستير ودكتوره من اوكسفورد بحس شويه ان يعني ان احنا ما عملناش حاجه في الحياه. لا والله العظيم ده انت عامل حاجات كتير جدا. امر مرهق. ده احنا لسه بنتكلم عليك وبنقول امر مرهق جدا علميا. لا والله ده احنا عمالين نتكلم عليك جامد. افتكر او افتكر الدكتوره او اتخيل الدكتوره وكل المصريين الحقيقه اللي سافروا بره وتعلموا وتعبوا وعملوا الكلام ده خد منهم جهد كبير جدا جدا وشاق وكل يوم كان بيعدي كان فيه امل صعب والم صعب صح الى ان نصل الان الى استاذه ورئيس قسم اللغويات بالجامعه الامريكيه دكتوره ريم بسيوني في حوار معايا شيق جدا بعد فاصل قصير. خليكم معانا. بجدد الترحيب بضيفتي الدكتوره ريم بسيوني. روايه اولاد الناس هو في ديفينيشن لاولاد الناس؟ في تعريف لاولاد الناس؟ فعلا اولاد الناس هم اولاد المماليك اللي لهم اب وام معروفين وغالبا اتولدوا في مصر او الشام. المماليك نفسهم ما كانش ابوهم وامهم ما نعرفش عنهم حاجه اتخطفوا وهم صغيرين في بلاد تانية كانوا جايين. عندنا نوعين من المماليك. في نوع مماليك جاي من المنطقة اللي هي زي دلوقتي جورجيا وروسيا. معلش مين اللي حط مصطلح أولاد الناس؟ مين اللي سمى دول أولاد الناس؟ المصريين من أيام المماليك. من أيام المماليك فقالوا ولاد المماليك يبقوا أولاد ناس. هم طبقة في المجتمع عالية بس مش طبقة المماليك. طبقة المماليك طبقة أعلى. لان دول الطبقه اللي هم يعني ضحوا بكل عمرهم ومحاربين. لكن طبقه اولاد الناس معظمهم مش محاربين. هم بس بيكونوا مثلا مثقفين اساتذه زي اساتذه الجامعه كده. بس ولدوا من اصل مماليك. ولدوا من اب مملوك. بس ممكن تكون الام مصريه او يكون الام من نفس البلد بس مولودين في مصر. وانحصر هذا الوصف على هذه الطبقه؟ على الطبقه العاليه دي. فاحنا بنستعمله لسه لحد دلوقتي. احنا بنستعمله بمفهوم اخر. لا برضه اولاد ناس ابن ناس. ما انا ما اعرفش الديفينيشن ايه دلوقتي يعني ابن الناس بتاع فبراير 2024 من وجهه نظرك ازاي؟ بس بحس ان لسه برضه طبقه مهمه يعني حد متربي وحد نفس الحاجات اللي كانت عند اولاد المماليك احس كده او اللي احنا بنشوفها يعني كانت يعني هم موصوفين بيها. هم طبقه عاليه بس الطبقه اللي اعلى منهم هي طبقه العلماء.
ده كانت رواية المجتمع في هذا الوقت يعني حضرتك تقصدي؟ أو ما يشاع في المجتمع في هذا الوقت في تفضيل الناس بعضهم عن بعض؟ إحنا يعني في كل مجتمعات الدنيا عندنا طبعاً، إحنا عشان أنا تخصصي علم اللغة الاجتماعية، إحنا في كل مجتمعات الدنيا في طبقات مفضلة عن طبقات. فإحنا عندنا في وقت المماليك كان في طبقة الأولى هي المماليك، وبعدين في طبقة العلماء ورجال الدين، تليهم طبقة أولاد الناس. عارف أنا عندي عقدة نفسية من فكرة من يولد بصفة. طبعا دي بقى مشكلة كبيرة. يعني أنا دايما عندي مشكلة في أنه هو اتولد. هو اتولد كده فاللي خلاه. أنا مش ذنب أن أبوه ملك، ولا ذنب أن أبوه يعني رجل بسيط يعني. ما دي بقى الحلوة فيها أن هو لو عايز يبقى أحد العلماء. لا، ممكن يبقى من أي طبقة في المجتمع ويقدر يوصل أنه يبقى أعلى من أولاد الناس. هو ده فرق العلم. وعلى فكرة المماليك كانوا يهتموا بالعلم اهتمام شديد، احنا ما خدناش كده في المدرسة خالص. لكن أنا عايزة أقول لحضرتك أن هم كان عندهم نهضة علمية قوية جدا. احنا بقى ازاي نعرف يعني في نهضة علمية في أي مجتمع؟ بحجم النشر اللي حاصل. حجم النشر. لأن أنا مثلا أما أدي أستاذ جامعة وقت تفرغ وأقول له طلع كتب وأنت هتاخد مرتب كل شهر، أعمل بحث وطلع كتاب. أعرف أن ده مجتمع طبعا يهتم جدا بالعلم والمتعلمين، فهو المجتمع المملوكي كان بيعمل كده. قد يكون ده عنصر من العناصر، لكن يعني لو في جوانب أخرى من طبعا الجوانب الأخرى برضو بتبقى المعاملات بين الناس. التقدير لرجل العلم زي ما قلت لحضرتك، رجل العلم فوق خالص. صحيح يعني زي اليومين دول بالظبط يعني زي اللي بيحصل عندنا، بتلاقي برضو رجل العلم أهم من حمو بيك، يعني بيبقى مهم جدا في المجتمع بتاعنا دلوقتي. خدتي المرأة في تطور، عارفة حمو بيكا؟ عارفاها عادي؟ مش كان معاكي في أكسفورد؟ أنا والله عايزة بس أقول رأيي ولا ماليش؟ قولي الرأي اللي أنت عايزاه. لا أنا بحبه على فكرة. أنا كنت لسه هقول لك أنا بحبه أنا كمان. أنت هقول لك نفس الرأي يعني. خدتي المرأة في تدرج عصرها، وده هيخلينا ننقلك لحاجة تانية، بس هسألك عن ليه ركزتي على دور المرأة في المجتمع؟ لأن لسه كنت بقول لأصدقاء ليا في يعني وأنا مسافرة، المرأة العربية امرأة قوية جدا. العربية كلها يعني مصر وكل البلاد التانية. مفهوم. البلاد دي المرأة المصرية كمان قوية قوة غير طبيعية. طب مقارنة بالمرأة في دول أخرى؟ مقارنة طبعا بالمرأة يعني حتى الغربية. حتى لو قارناها بالألمانية مثلا. بالظبط. لا قوية أكتر. ليه بقى؟ من الألمانية. ممكن ألمانية طريقتها يعني. على فكرة دي برضو القوة في إيه بقى؟ القوة في القدرة على التعامل مع التحديات. ما دي قوة. ما انا مش هسيب يعني كل حاجه وامشي. ما دي مش قوه. القوه في الصبر على المشاكل والقوه، يعني المشاكل القويه اللي بتواجهها. الصبر والتحمل، يعني التعامل مع التحديات، الصبر والتحمل، انها توصل اللي هي عايزاه. وهي هل الشخصيه بتاعه المراه المصريه استمرت كما هي منذ المماليك حتى اليوم؟ المراه المصريه على مدار الحياه اللي احنا عايشينها قويه حتى بدايه من التاريخ. ده وقبل كده من ايام قدماء المصريين. المرأة المصرية قوية ولها دور فعال. المرأة المصرية يعني عن كل بقى النساء في العالم كان دايما لها دور فعال. هل في رواياتك المتلاحقة بحقب زمنية اخرى كنت برضو بتتناولي شخصية المرأة المصرية ودورها في المجتمع؟ يعني مثلا في القطائع لأحمد ابن طولون كلمت على بنته الأميرة اللي هي حاولت تنقذ إرث أبوها. المدينة اللي هو بناها مدينة القطائع. في طبعا في رواية الحلواني كان عندنا أكتر من شخصية برضو تعاملت مع دخول الصليبيين. مثلا رشيدة في الجزء الأخير من رواية الحلواني هي تعاملت مع دخول الصليبيين لمصر. موقف صعب وشاق جدا. خليني أخذ من الحلواني ومن ولاد الناس وأسألك عن طب كيف قرأت التاريخ؟ لأن أنا مهتم دايما لما بيجي لي ضيوف هنا بسألهم عن من يكتب التاريخ. دي قضية شغلاني جدا. القضية دي بصراحة سببها يعني مش هخفيك سرا ان انا بقالي اكتر من 4-5 شهور او اكتر يمكن بستمع الى شهادات مجلس قيادة ثورة 52 على بعضهم البعض. فأخذ التاريخ من كتبوه، من صنعوه، يعني مش كتاب بقى، لا عضو مجلس قيادة الثورة اللي كان في عضو مجلس قيادة الثورة وزميله قاعد جنبه بيتكلم على زميله ازاي، حاجة فلة يعني. هي بيتكلموا عن بعض حاجة تفرق. انت لسه دي لسه ما دخلتهاش. تمام. فانا بسأل دايما سؤال حضرتك كأديبة، كيف نقلت لنا تاريخ كان موجودا احمد بن طولون والمماليك؟ ازاي نقلت لنا التاريخ ده؟ هو الحقيقة حضرتك دلوقتي كلمت على حاجة مهمة جدا. ازاي ننقل التاريخ؟ حتى لو في رواية، طالما الرواية دي فيها شخصيات حقيقية يبقى لازم في انضباط، لازم امانة علمية. الامانة العلمية تحتم
على أي شخص هيكتب رواية فيها شخصيات تاريخية إن هو يعمل بحث منهجي مفصل. البحث المنهجي ده معناه إن أنا زي ما حضرتك قلت بالظبط لما أجي أسمع من ابن إياس على دخول العثمانيين لازم أسمع يعني. لازم أسمع برضو من العثمانيين على دخولهم هم مصر. لذلك أنت غيرت شوية على المماليك لأن قلت أنه اتظلموا شوية. يعني مثلا المماليك نفسهم برضو لازم أقرأ كذا مصدر عشان أكتشف فين الحقيقة. في شخصيات كتير جدا تاريخية لو بصنا لها من وجهة نظر واحدة قرينا بس مصدر واحد ده الشخصية دي شريرة جدا. بس قد تكون الرواية في حاجة إلى تناول هذه الزاوية من هذه الشخصية. هو ما فيش حد كله شر وكله خير. دايما في كل شخصية فيها الاثنين، لكن مهم ان احنا نفهم كان ايه المتغلب على الشخص ده. مين اكتر شخصية في المماليك وقفتي قدامها؟ في المماليك طبعا شخصية اللي وقفت سلطان برقوق. سلطان برقوق طبعا حضرتك عارف مسجد سلطان برقوق. سلطان برقوق ده بدأ عصر جديد. عندهم نقضة عمرانية كانت كبيرة جدا يعني حاجة بقى دي بقى دي بقى مش أنا بقى ده الأساتذة اللي في العالم كله يقول لك أكبر نهضة عمرانية في التاريخ البشرية. يعني ليه عجبك سلطان برقوق؟ شخصية هقول لحضرتك احنا لسه بنتكلم دلوقتي على فكرة كتابة التاريخ. المقريزي طبعا يعني مؤرخ من أهم مؤرخين مصر. المقريزي بدأ كلامه على سلطان برقوق فكر في كل الشتائم اللي ممكن تيجي على دماغك هو قالها. كل انواع الشتائم يعني كل فساد على رشوه على ان هو ملوش اصلا ياخد الحكم شتم فيه كل الشتائم. سلطان برقوق طبعا اخذ الحكم من اولاد قلاوون وبدا دوله جديده اللي هي دوله المماليك البرجيه اللي هو جايين من منطقه جورجيا ويعني روسيا والمنطقه دي فعشان كانوا مخضره بيض شويه يعني بيض المصريين دلوقتي دول يعني ممكن يكونوا من اصل ليها عوامل كتير ليها عوامل كتير. المهم ان هو يعني فجأة كده لقينا المقريزي برضو بدأ ان هو يشكر في السلطان برقوق كل حاجة بقت هو يعني بعد صفحة ما بنتكلمش على حتة كبيرة صفحة كده صفحتين الصفحة اللي بعدها والله. فيعني احنا بنشوف فجأة كانت حجته هنا في الشتيمة ايه وفي المدح ايه. هو حصل في حرب حصلت في مصر حرب القاهرة حصلت بين المماليك يعني تعتبر حرب بين جنود المماليك مين اللي هياخد الحكم. هم شافوا ان هو ما عندوش شرعيه ياخد الحكم سلطان برقوق وبعدين اتطرد وراح للاردن اتحبس هناك سنه او اكتر وبعدين يعني المصريين والناس والجنود بتوعه رجعوه تاني للحكم. فلما رجع تاني للحكم المقريزي تمام بقى بيحبه يعني او هو سلطان برقوق نفسه اتغير واحنا مش عارفين واحنا مش الاثنين مش قدامنا. هو الموضوع مأثر في المصريين من زمان كده يعني اول ما المقريزي مسك الحكم اول ما السلطان برقوق مسك الحكم كان مسكه قبل كده برضه بس هو كان الراجل بقى يعني انتقده في الاول هل ممكن يكون هو سلطان برقوق نفسه اتغير او المصريين رجع اشد عنفا او المصريين تقبلوه او حبوه. ما هو على فكره هو شخصيه حلوه جدا يعني هو في بقى القصص الانسانيه عليه كشخص يعني هو في السجن مثلا في السجن ده شخصيه دخلت السجن كسلطان لمصر مش هيطلع منه لولا ان هو هرب يعني اتهرب فهو عارف ان هو هيتذبح وعياله مثلا هيبقوا جواري وكده فاحساسه الداخلي تفتكر يكون ايه؟ احساس وحش جدا ده صح؟ تنفع روايه دي فيقعد هو يعمل ايه بقى؟ يقول ايه بقى؟ انا نفسي في رمان ده قصه مكتوبه لنا والله العظيم انا نفسي في رمان طب نعمل ايه؟ اجيب رمان منين؟ وهو في السجن تحس الشخصيه كده يعني ايه محتاجه تعايش مع الواقع بقى خلاص تعايش مع الواقع بقى وعارف وبدا بقى ان هو ايه يرشي العسكري اللي واقف والنبي ممكن تجيب لي شويه رمان وهم بياكلوا الرمان بسكر فهنجيب سكر منين؟ قاعد يفكر لحد ما هرب فعنده كده لا شخصيه حلوه قوي. في ناس تانية بعيدا وحطي دايما في دماغك فكره كتابه التاريخ دي لانها شغلاني لو طيب عرفت تضيف لنا فيها اشياء كثير. في ناس بقى بتقول لك الشخصيه المصريه اللي هو ابويا وجدي وجد جدي وحضرتك وهكذا تعرضت لكثير من الاحداث اللي اثرت فيها. شفت ايه من هذه الاحداث وكتبتيها في رواياتك؟ لا هم المصريين بقى مر عليهم كل ما كل يعني حاجه كل حاجه مرت عليهم يعني اكتر من الصليبيين كانوا واقفين على ابواب القاهره قاعدين ماسكين ابواب القاهره حارسينها يعني في يعني مجاعات طبعا الشده المستنصريه يعني كانت حاجه صعبه جدا اتكلمت عليها في روايه الحلواني وازاي بدر الجمالي انقذ مصر من الشده المستنصريه. لا مر على مصر يعني حاجات كتير جدا بس الشخصيه المصريه عندها هذا الثبات والمثابره والقدره على يعني انها تطلع من اي يعني معركه اقوى. طب انا دايما بقول انه من اقصى المشاهد على اي شعب في تاريخه هي انه يحارب بعضه البعض. في اقاويل اتقالت ان في المرحله دي كان في نوع من الحروب الداخليه. هل انت رصدتيها في مرحله الشده المستنصريه؟
بس مش المصريين على فكره. المصريين عمرهم ما حاربوا بعض. يعني دي برضو حاجه رائعه لحد دلوقتي انا ما قريتش، يعني ممكن يكون في حته في التاريخ انا ما اعرفهاش، لكن لحد دلوقتي في القرايه بتاعتي للتاريخ ما شفتش ان المصريين نفسهم هم ممكن يبقوا مع حد ضد حد يعني، بس ما فيش ان هم واقفين قدام بعض بسلاح. ما حصلتش لسه يعني الحمد لله، يعني ان شاء الله عمرها ما تحصل. لكن الشده المستنصريه كانت سببها فعلا ان الجنود اتخانقوا مع بعض، الجنود الاتراك وجنود السودان في الوقت مش ده المصريين. مش المصريين فهم الاثنين طبعا، ان يحصل انشقاق في جيش واثنين من فئات الجيش تتخانق مع بعض هو نهايه اي مكان، واحنا للاسف بنشوفه حوالينا كتير. صحيح. جدا وبنحزن ان احنا شايفينه حوالينا. فده كان ده احد اسباب الشده المستنصريه. لكن انت بتقولي لي انه هذا الخلاف اللي ادى الى اقتتال لم يكن مصريا مصريا. لا خالص، ملوش دعوه خالص، ده هما الاثنين جنود الترك وجنود السودان. طيب لو جيت قلت لك المصري وعلاقته بالمحتل، يعني للاسف احنا على مدار التاريخ كتير جدا وفي في رواياتك اشارات كثيره لكل هذه المراحل، انت وقفت لحد فين في اخر روايه؟ على فكره في سبيل غرق كلمت عن الانجليز. لا وصلت لحد الانجليز. دخلنا يعني دخلت سبيل غرق بس بعد كده ما لسه بقى. كل ده ما اثرش على الشخصيه المصريه؟ يعني مش عارفه اذا كان اثر عليها ازاي بالظبط. انا كتبت كتاب اسمه اللغه والهويه في مصر الحديثه، كلمت فيه على مقومات الشخصيه المصريه. فيمكن اثر ان خلى المصري يفكر اكتر ان هو يثبت هويته ويتكلم على من يكون، يبقى ثابت على هويته. لان ده مثلا لما ما حصلش في دول المغرب العربي مثلا، تاثرت كثيرا يعني هم برضو ظروفهم مختلفه عننا، وانا برضو كتبت على الحكايه دي بس بالناحيه العلميه يعني. لان هو كل بلد لها ظروف مختلفه وتاريخ مختلف ويعني النسيج الشعبي. ما احنا عانينا من الاحتلالين فرنسي وانجليزي. ايه اللي خلى الشخصيه المصريه تحتفظ الى حد كبير بكلماتها وبلغتها ومفرداتها؟ هو احنا عندنا ده طبعا مش كلامي انا، ده كلام الاساتذه المتخصصين، يعني في مقاومات معينه ادت لان المصري يعني يتمسك بشخصيته اكتر، منها اكتشاف توت عنخ امون، مقبره توت عنخ امون، منها وجود برلمان مصري في بدايه القرن العشرين، شبه استقلال اللي حصل في بدايه القرن العشرين، ثوره 19، الحاجات اللي حصلت في بدايه القرن العشرين دي كونت الهويه المصريه في القرن العشرين اللي هي رجعت للتاريخ المصري القديم وبدأت انها تقرا تاريخها وتفهم اهميتها. عشان كده عندنا حافظ ابراهيم مصر تتحدث عن نفسها في المرحله دي. طبعا عندنا حاجات كتير جدا لشعراء تانيين برضو بتتكلم على الهويه المصريه في الوقت ده. انا كل ما بستضيف حد صاحب فكر دايما بقول له ممكن تكون غير متخصص في اللي انا هساله لك، بس دائما صاحب الفكر له رؤيه وزاويه مختلفه حتى في القضايا اللي هو مش متخصص فيها. لو انت اليومين دول في فبراير 2024 تكتبي روايه عن الواقع المصري، هيكون ايه اهم العناوين؟ تحديات خارجيه شديده وقويه جدا. تحديات مآسي بتحصل حوالينا الحقيقه. سواء كان في غزه، سواء في السودان. يعني حاجه مؤلمه. فده اللي بيشغل بالك دلوقتي؟ بيشغل بالي الالم الانساني اللي حوالينا. طيب الواقع المصري وتعامل المصريين مع بعضهم البعض وسلوكياتهم في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه؟ انا دايما عندي تفاؤل، ممكن انا لوحدي كده. بس انا دايما عندي تفاؤل وعندي ثقه شديده في الانسان المصري. البسيط والمتعلم الاثنين، عندي ثقه شديده في ذكائه وفطنته وقدرته على وزن الامور دايما. طيب المصريين اللي كانوا في روايتك في عهد الحاكم احمد ابن طولون، وانت خدتي هنا حكايات، خدتي حكاية بتاعت ميسون صح، وبعدين حلم أحمد وبعدين العهد. أنا بس واقف عند العهد. العهد بقى هي لسه بنتكلم عن المرأة، هي بنت أحمد بن طولون اللي خدت عهد على نفسها أن هي هتنقذ إرث أبوها، سواء كان مسجد أحمد بن طولون أو المدينة. هي غالبا كانت أصغرهم بالظبط كان. وهي اللي خدت العهد على روحها. لان احنا ما نعرفش قوي برضو التاريخ، حتت زي ما حضرتك قلت كده طريقه تدريس التاريخ عندنا، احنا خدنا احمد بن طولون صفحه كده. ما حدش قال لنا ان احمد بن طولون لما العباسيين حبوا يعيدوا يعني ياخدوا مصر تاني من الدوله الطولونيه، لان خلاص احمد بن طولون عمل دوله لنفسه جوه مصر مستقله فيها جيش وفيها مدينه عاصمه جديده، ويعني خلاص هو استقل بمصر. فلما حبوا ياخدوا تاني حبوا ينسوا المصريين فكره ان كان في دوله مستقله، فعملوا ايه؟ محوا المدينه. دي حاجه مكتوبه في التاريخ يعني. حاولوا يمحوا كل اثر للبيوت اللي جوه المدينه، مدينه القطاع. عشان كده احنا ما عندناش
حاجة من مدينة القطائع حاليا غير مسجد أحمد من طولون، وكان فاضل حائط لبيت قديم بس كده. طيب العهد، العهد ده بقى خدته عائشة بنت أحمد من طولون، وكان عنده بنت اسمها كده فعلا، إن هي عايزة تحافظ على الأقل على المسجد بتاع والدها، لأن كان ممكن المسجد كمان يهدم. يعني العهد حافظت على المسجد، وهي سبب من أسباب وجوده لحد دلوقتي. يعني المفروض ان يعني مش لوحدها طبعا، في عوامل تانية في الروايه. عملت ايه بقى؟ انا مش عايزه طبعا احرق الروايه، بس عايزه برضه اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا ويمكن لازم الناس تعرفها. اللي بنى مسجد احمد ابن طولون هو سعيد بن كاتب الفرغاني، المهندس القبطي المسيحي. ما هو احنا دي بقى ما حدش برضه بيدرسها لنا. ودايما بقى ايه، تلاقي شويه ناس تقول لك بس هو مش مصري، اكيد مش مصري. ليه مش مصري يا جماعه؟ ليه فرغانه دي مكان في الشرقيه، ده هو مصري، مصري شرقاوي، مفيش اي. او يقول لك لا طب يعني هو مسيحي، مسيحي، وهو اللي بنى المسجد. ولو حد بص على شبابيك احمد من طولون، انا فاكره ان الفيديو في الاول ورى صور للشبابيك، هيلاقي ان احنا بنقول عليها شبابيك، يعني مش شبابيك قوي، هيلاقي ان كان ناس ماسكه ايدين بعض كده، كان احنا بنبص على الشعب المصري كله بكل طوائفه بكل الوانه وبكل اديانه مع بعض يحمي هذا المكان. فحتة يعني رائعة لو بس بصينا للصورة دي. صحيح. مين بقى الحلواني؟ احنا دايما بنقول اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. ما اعرفش ايه اصل المقولة دي. ما انا عايز اقول لحضرتك ان الناس بتفتكر ان جوهر السكلي كان حلواني. مفيش حاجة كان حلواني. لا ما كانش في اي سريع. حلواني بتاع الحلواني. هو ما كانش حلواني. ما كانش حلواني. يعني اللي بنى مصر مش حلواني. هو حلواني بس مصري. واحدة واحدة. احنا لو بنتحدث عن جوهر الصقلي صح، هو ده المقصود. هو اللي بنى القاهره. بيشتغل ايه؟ القاهره يعني. لا هو ده، هو مصر على فكره في المثل مش المقصود بيها مصر، المقصود كده. بيها القاهره. هو جوهر الصقلي كان جندي من صقليه، مش جندي، مملوك، اتاخد خطف وهو صغير من منطقه الصقليه، واتاخد للمغرب او للمنطقه اللي هي اللي فيها الفاطميين في الوقت ده، تونس، اتاخد هناك وتربى على العسكريه. ما عندوش وقت ان هو كان يبقى حلواني، ده متربى ان هو يكون عسكري وقائد. لما راح مصر، الغريبه بقى ان هو حبوه جدا المصريين جدا. فهذا القائد الصقلي، عشان كده بقول لك التاريخ المصري فيه حاجات يعني غريبه. بنى القاهره وظبط كل ده في 4 سنين مثلا، 5 سنين. بنى القاهره، بنى الازهر، وبنى قصر السلطان اللي هو طبعا عندنا بين القصرين، رواية نجيب محفوظ، بنى قصر للخليفة الفاطمي. فعمل كل ده في حوالي 4 سنين، وخلى الشعب المصري يحبه جدا. جوهر الصقلي. لكن الرواية بتتكلم على طيب وما ليه الحلويات كانت مهمة قوي في العصر الفاطمي. يعني فكرة عروسة المولد دي فاطمية، حصان المولد فاطمي، عشان جوهر الصقلي اهتم بالحلوى، فتعاون مع الحلوانية المصريين. كان في شارع كبير للحلوانيه في مصر، تعاون معاهم ان هم. اما بتقولي مصر تعني القاهره. او لا يعني في الوقت ده احنا عندنا فسطاط برضو موجوده، خرابات ابن طولون بيقولوا عليها، اللي هي اللي فاضل من القطائع، يعني 3-4 بيوت بتوع اللي فاضلين من القطائع. ففي مناطق تانية كده، فكل دي مع بعض كده طبعا كان بيقول عليها مصر في الوقت ده. هو اهتم بصناعه الحلوى. اهتم بقى. فالروايه بتتكلم على علاقته بحلواني معين، ازاي اهتم ان هو يخترع حلويات جديده. يعني اسال حضرتك كده، افتكر ايه نوع الحلوى اللي هو يعني الفاطميين اخترعوها ما كانتش موجوده قبل كده خالص؟ ايه بقى؟ القطايف. القطايف بكل بقى الانواع بقى، يعني ايه القطايف؟ جواها فستق، قطايف جواها عسل. وبعدين عن فكره من ايام الفاطميين. لا ده هقول لحضرتك حاجه اكتر، احنا دلوقتي بنعمل تورتات اللي هي عليها بقى ايه صور الناس، وساعات عليها حيوانات عشان الاطفال وكده، دي طبعا فكره فاطميه تامه من ايام الفاطميين. وعندنا وصف لشكل الاشكال الغريبه من الحيوانات والطاووس والالوان بتاعته والحاجات دي، من انواع اللي هم بيعملوها، من الحلوى اللي هم بيعملوها يعني. فطبعا كان في طفره حصلت في الحلوى، عشان كده بطل روايه الحلواني هي ايه الحلواني. العلاقه اللي ربطت بين الحلواني وبين جوهر الصقلي؟ هي دي بقى الفكره في الروايه. لا التاريخ المصري واضح ان هو فيه غني اشياء جدا، كثيره جدا، غني جدا، ومحتاج ان احنا نعيد قراءته، ومحتاج نفهم يعني ليه المصريين حبوا جوهر الصقلي، ايه اللي لقوه في جوهر الصقلي. طب انت تناولتي صلاح الدين في الحلواني برضو. أيوة في نفس الروايه. طيب كان ايه تناولك لشخصيه صلاح الدين؟ صلاح الدين شخصيه يعني احنا بنقول كده في بعض الشخصيات في التاريخ محظوظه، حكم يقع في يدها، زي احمد بن طولون. محظوظه ان يقع الحكم يعني فيه. محظوظه في البدايه انها وقع في يدها، بعد كده مش محظوظه بقى من اللي هتشوفه. لكن هو يعني مش الشخصيات اللي هي لقى نفسه كده
في وضع ان هو هيحكم مصر. يعني المشهد اللي احنا بنشوفه في الفيلم هو جاء بنفس الصدفه، يعني انه يعني انه صلاح الدين اتى اليه حكم مصر صدفه ولم ياتي بترتيب منه، هو ما كانش فيه ترتيب، بس طبعا هو خد اقتنص الحكم، يعني لما كان عنده الفرصه يعني خد الحكم، بس وده طبيعي في الوقت ده ما عملش حاجه غلط. بس خلينا نفكر ان صلاح الدين كان قدامه تحديات لم يواجهها قائد مسلم من قبل. لاول مره الصليبيين يبقوا بهذا العنف وهذه القسوه، وما كانش الصليبيين معروف، ما كانش يعني قبل دخول الصليبيين كان ما كانش عندهم اصلا فكره ان الناس دي جايه من اوروبا تحارب المسلمين او تحارب المنطقه دي خالص. عندهم عارفين ان في روم وفي فرس، مفيش فكره صليبيين، دي فكره جديده. فهو فجاه لقى نفسه مواجه هذا الخطر الشديد في دوله متشرذمه، هنا شويه فاطميين وهنا في العراق برضو من شويه كذا، وده خد كذا وده خد كذا، كل واحد بياخد قطعه. فهو لازم يكون جيش ويحارب عشان يحرر القدس. خلينا نفكر ونحط نفسنا مكانه، يعني حاجه مش سهله وحاجه قويه جدا. هو شخصيه رائعه وشخصيه عظيمه في التاريخ. تعامله مع كل التحديات اللي كانت قدامه تعامل فيه رقي شديد. قائد فبيتخذ ساعات يعني قرارات صعبة عادي كأي إنسان في العصر بتاعه. طيب في كل هذه الروايات وفي تبحرك في التاريخ، كيف استفدتي من هذه القراءات في واقعك أنت الشخص؟ يعني إيه اللي أضفه لك هذا أنت مش بس بتاخديها من منظور تاريخي، ده روائي تاريخي، يعني بتاخدي زاوية من مرحلة أو حقبة زمنية معينة، أمر شاق مش سهل يعني. ده فادك شخصيا بإيه؟ خلاني احس بالامان، يعني دايما في رؤى. والله في جمله في ثلاثيه المماليك في التاريخ يكمن الامان. لان انت لما تشوف كل ده حصل فحاسس ان الدنيا يعني ايه ده كل ده، ايه ده بنشوف من زمان، ايه ده يعني ازاي كل ده، وايه التحديات دي، وايه الاشياء الشديده القسوه، وايه فتحس ان الدنيا يعني فاهم الدنيا اكتر، وفي عمق في الفهم، وفي احساس ان كل حاجه ان شاء الله بتتحسن. يعني دكتوره ريم، لو انا قلت لك ان احنا في فبراير 2024 وانت كمثقفه مصريه تتمني لحال الثقافة في مصر أمورا معينة، ما هي هذه الأمور؟ أتحدث عن الثقافة كلها بقى، مش بس أتمنى أن احنا نرجع تاني صناعة المسلسلات والأفلام في مصر يبقى فيها طفرة أكتر من كده بكتير. محتاجين يعني عايزين نرجع كده للعصور القديمة لما كنا بنشوف مصر بتطلع كام فيلم في السنة وكلهم بنفس الجودة، مصر بتطلع كام مسلسل يتفرج عليه العالم العربي كله ويبقى مستنيه. عايزين يبقى يخش شويه الادب في المسلسلات وفي الافلام. محتاجين طفره اقوى شويه من ناحيه محتاجين نهتم بالمواهب الحلوه الجديده في كل هذه المجالات يعني باخلاص. انا سعيد ان انت كنت ضيفتي. يا رب يخليك. من اسكندريه لاوكسفورد لكامبريدج، حدوته علميه جميله مصريه فيها كثير من العمق والثقافه. دكتوره ريم بسيوني بشكرك، وفي انتظار روايات كثيره وممتده، وارجو ان انت تقربي لنا شويه نواحي العصر الحديث بنفس اسلوبك الجميل. وبشكرك على الروايه الاخيره والاهداء، وان شاء الله نلتقي بك في حلقات جديده كثيره ومتعدده ان شاء الله. ميرسي قوي قوي. شكرا. بشكركم وشكرا جزيلا. احنا كده بنحتاج نشوف مصر بوجه اخر، لما نحب نشوفها بوجه اخر بنشوف ناس ذات قيمه، ما زالت القيمه موجوده في مجتمعنا، وما زال الإعلام يحرص على أن تخرج هذه القيمة للمجتمع عشان الأسر المصرية اللي بتشوف في الشخصيات التي نستضيفها مثالا. عاوزين أبنائهم في يوم من الأيام يكونوا في هذه الدرجات العلمية وبهذه الثقافة، يعرفوا أن لسه ما زال هناك اهتمام من المجتمع بمثل هذه الشخصيات اللي بالتأكيد بتفيد بلدها فائدة كبيرة جدا. بشكركم شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من كل يوم. خليكم معنا.